بكم، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشرة من مدينة العلمة، مباشرة من ملعب الشهيد مسعود زوغار. وهذه هي المباراة المحلية بنكهة افريقية بين مولودية العلمة النازل الى الدرجة الثانية وفاق سطيف حامل اللقب الذي خسر في المباراة الاولى في سطيف في ملعب 8 ماي 45 امام الممثل الثالث للجزائر في هذه المجموعة الثانية فريق اتحاد العاصمة الفائز على المريخ السوداني البارحة بهدف مقابل صفر. مولودية العلمة التي خسرت مباراتها الاولى في الخرطوم امام المريخ السوداني بهدفين مقابل صفر اليوم في مواجهة رد الاعتبار امام الوفاق سطيفي واعادة بعث الامل في نفوس لاعبيها وعشاقها. مولودية العلمة التي تلعب اليوم بطارق محساس في حراستها المرمى بعد ان غادر اسرير نادي مولودية العلمة. بالهادي سيكون على الجهة اليمنى، بوزامة سيكون على الجهة اليسرى، خالد بوزامة في وسط الدفاع بالخيطر مع عادل معيزة، وسط الميدان اسماعيل بن طيب، توم بنج الكاميروني، وليد رارجا، عباس على الجهة اليمنى، شنيح الجهة اليسرى، وابراهيم عماد كذلك في التشكيلة الأساسية لنادي مولودية العلمة بلباسه الأخضر على يمين الشاشة. بينما الوفاق سطيفي ببعض الغيابات أو خيارات فنية بالنسبة لخير الدين ماضوي بعد انضمام عدد جديد من لاعبي فريق الوفاق لتعويض الغائبين ولتعويض المغادرين على غرار ملولي ودم وبكرية ومحمد القرع وجانيت، طبعا مع سفيان خضيرية في حراسة المرمى، أمين ميقاتلي على الجهة اليمنى، فارس حاشي اللاعب المغترب الجديد في الوفاق سطيفي سيكون على الجهة اليسرى، عروسي وبوشار كذلك في وسط الدفاع، سيد علي العمري في وسط الميدان، رفقة مراد الهوم، شنين الوليد اللاعب الجديد المغترب ايضا في تشكيلة الوفاق سطيفي، عصام بعوز، نمديل، وكذلك محمد بن يطو في التشكيلة الاساسية لفريق الوفاق سطيفي في محاولة لتعويض ما فاته في المباراة الاولى عندما خسر امام اتحاد العاصمة على ميدانه. ثلاثي التحكيم من مصر بقيادة الحكم جهاد جريسة الذي يريد يدير هذه المباراة بمشاهدة عبد السادات بديار وطه حسام. بإشارة الانطلاقة أعطيت أول كرة للوفاق تسترجع في وسط الميدان من جانب عناصر فريق مولودية العلمة. تعرفون مشاهدي الأفاضل بأن المباريات بين الجارين مولودية العلمة ووفاق سطيف دائما كانت مباريات كثيرة. وبنيطو ولالا في أول محاولة والتسديدة باليسرى من محمد بنيطو في وضعية قلب هجوم في هذه الأمسية، تسديدته مرة جانبية بعيدة تماما على مرمى طارق محساس في أول كرة وأول لقطة لصالح الوفاق سطيف. كنت أقول بأن المواجهات دائما بين مولودية العلمة ووفاق سطيف عبر التاريخ لأن المسافة بين المدينتين أقل من 20 كيلومتر بين المولودية وبين مولودية العلمة وكذلك وفاق سطيف. كرة في الخلف عن طريق المدافع خالد بوزامة بيمنى، يرسل كرة طويلة من هناك على الجهة اليمنى، البحث عن شنيحي يوصل على هذه الكرة يلعبها في الأمام، كرة صعبة، تسديدة، الفريقان دخل في الموضوع مباشرة. درارجة في أول كرة وأول تسديدة بيمناه، درارجة طبعا وليد درارجة هداف الدوري الجزائري. الغريب في الأمر بالنسبة لمولودية العلمة أنها تملك هداف الدوري في الموسم الماضي وتملك أحسن ممرر هما وليد درارجة وكذلك إبراهيم الشنيحي، ولكن الفريق نزل إلى الدرجة الثانية. طبعا كنا نشاهد في خير الدين ماضوي مدرب فريق وفاق سطيف في الجهة المقابلة شريف حجار هو الذي يدرب فريق مولودية العلمة. هنا درهم أخطأ في حق أزوجة تمبانج الكامروني الذي قد يغادر الوفاق، قد يغادر مولودية العلمة بعد هذه المباراة عائدا إلى المدينة الدولة الكامرونية أو إلى أحد النوادي الجزائرية. معيزة في تنفيذ التماس يلعب مباشرة على الجهة اليسرى مع محمد بالهادي في وضعية مدافع أيسر، الكرة تلعب في وسط الميدان، هيلة بن عباس، الكرة في العمق والحكم لم يقل شيئا في الكرة الماضية، راحت مباشرة سهلة للحارس سفيان خضيرية الحارس الدولي في الفريق وفاق سطيف، استدعي مؤخرا الى المنتخب الجزائري. كرة طويلة من سفيان خضيرية، التغطية الدفاعية، البحث عن محمد بنيطو، تروح الكرة في وسط الميدان، الحكم يقول خطأ، الحكم يقول خطأ ارتكبه تيم بانج هنا في وسط الميدان لصالح عناصر الوفاق سطيفي بعد مرور 3 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. خطأ صفر حكم المباراة لصالح وزيد شنين، واحد من العناصر الجديدة في التشكيلة الصيفية التي تشهد تغييرات في بعض المواقع وفي بعض المناصب على التشكيلة. الكرة في المخالفة لصالح مراد الهوم،
لاعب سابق لنادي النصر السعودي ولشبيبه القبائل، لعب مع بليطو التغطيه الدفاعيه وراحت الكره سهله لطارق محساس حارس مرمى فريق مولوديه العلمة الذي يطلب من رفقائه الصعود. الكره طويله من محساس، البحث عن شنيحي، هي الكره، هيدا شنيحي عنده الكره يلعب هوب 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 هوب، وضع تسلل لولو، تمريره من اروع ما يكون، هاتي من ابراهيم الشنيحي، كانت رائعة التمريرة ولكن وضعية التسلل كانت واضحة، أشار لها الحكم المساعد يقول للحكم الرئيسي بأنني لم أستمع إلى صافرتك وإلا لما لعبت الكرة في اتجاه مرمى الحارس سفيان خدايرية. أجواء كبيرة جدا في مدرجات ملعب مسعود زوغار بمدينة العلمة، مباراة تلعب بعد ساعتين بالضبط من وقت الإفطار، الجماهير كانت غفيرة توافدت على مدرجات الملعب، موجودين 2000 مناصر من مناصري فريق الفاخستي. كرة في وسط الميدان، إسماعيل بن طيب يلعب من ركن شنيحي على الجهة اليمنى بعيدة تماما، راح التماس لفارس حاشي المدافع الأيسر في تشكيلة الوفاق الصيفي، الفريقان دخل في الموضوع مباشرة من دون مقدمات، كرة بعيدة لمحمد بن يطوي، هي الكرة يرجع للخلف مباشرة من هناك على الجهة اليسرى، البحث عن نيسان باوز، الحكم يقول خطأ لصالح الوفاق الصيفي بعد هذا التدخل، تلعب الكرة بينية لصالح عناصر الوفاق، التدخل كان من بن طيب وسط ميدان فريق مولودية العلمة، الكرة تلعب على الجهة اليمنى مع محمد بشار يلعب في وسط الميدان، مراد الهوم بشار في وضعية قلب دفاع في التشكيلة الصيفية، كرة عرضية من هناك على الجهة اليسرى صعبة وخطيرة، محاولة التوغل، كرة خطيرة، المراوغة والتغطية من هناك عن طريق المدافع بالخيتر، لقطة كانت ممتازة من هناك على الجهة اليمنى عن طريق شنين اللي يحمل رقم 22 في تشكيلة الوفاق الصيفي على الصورة، تلعب على الجهة اليسرى مع خالد بوزامة، طويلة من خالد بوسامة، التغطية الدفاعية ترجع الكرة للخلف عن طريق عروسي يلعبها بعيدة تماما، تروح مباشرة في وسط الميدان للشنين، وليد يرجع لحاشي بدوره يرجع للخلف تماما لقلب دفاعه، عروسي يرجع لمحمد بشار، ضاغطين لاعبين تاع فريق مولودية العلمة مثل ما هو ضاغط مثل ما هم ضاغطين كذلك لاعبي فريق وفاق سطيف على البابية في منطقتهم، تسترجع الكرة في وسط الميدان عن طريق تيمبانج الكاميروني عنده الكرة يلعبها في وسط الميدان، بحث عن درارجة هيدا من الكرة، درارجة يطلبها على الجهة اليسرى بالهادي يواصل محتبط بالكرة يراوغ هيدا منه يواصل درارجة محتبط بالكرة كتر يرجع لتيمبانج، تيمبانج والكرة في العمق هيدا الكرة خطيرة لصالح عماد وامي توصل لشنيحي من هناك على الجهة اليمنى البعد على المراوغة، شنيحي مازال يلعبها مع درارجة، دخل شنيحي الثنائية اللعبة ممتازة والتغطية الدفاعية، شنيحي ابراهيم في وضعية مهاجم ايمن في بداية هذه المباراة، عباس يكون على الجهة اليسرى، شنيحي على فكرة قد تكون هذه اخر مباراة له مع مولودية العلمة لانه سيتنقل الى النادي الافريقي التونسي، يكون قد امضى عقدا لمدة 3 مواسم مع النادي الافريقي التونسي، كرة في الخطأ يقول حكم اللقاء لصالح عناصر فريق مولودية العلمة، بداية لحد الآن 6 دقائق لعب، بداية مثيرة بين لاعبين فوق المدرجات وهتافات وتشجيعات جماهيرية كبيرة لأنصار مولودية العلمة، الكرة تروح لإبراهيم شنيحي على الجهة اليمنى يلعبها في وسط الميدان مع إسماعيل بن طيب، بن طيب يرجع للشنيحي مرة ثانية، تمريراته الدقيقة والممتازة ومراواته الهائلة يرجع لزوجا تمبانج، تمبانج يوصل يلعب من هناك البحث عن درار جا، ما زالت الكرة لصالح الشنيحي باليمنى وتبقى باليسرى يرجع لدرارجة على الجهة اليسرى، درارجة يبحث عمل هناك على الجهة اليمنى عن المدافع الأيمن التوزيعة والكرة لم تمر في التماس يقول حكم المباراة من بالخيتر في الجهة اليمنى من الخط الخلفي لدفاع فريق مولودية العلمة، عايزة في وسط الدفاع رفقة بوزامة وبالهادي موجود على الجهة اليسرى، تلعب الثنائية تروح مباشرة لشنيحي تخرج تماما لتمبانج، عناصر الوفاق كلها في منطقتها تتفرج على مولودية العلمة وهي تلعب درار جو، محاولة المرور الحكم لم يقل شيئا، الانطلاقة من بليطو في هجمة معاكسة لصالح فريق الوفاق، انطلاقة على الجهة اليمنى عن طريق النمديل وصلت مباشرة لمراد الهوم يلعبها مع ميمي قاتلي يوصلها للنمديل مرة ثانية، اوه عودة موفقة هنا من طرف عبد الملك عباس، الكرة خطيرة والتوغل عن طريق اللاعب برامي عماد والحارس يخرج الحارس والتغطية الدفاعية من خير الدين عروسي يخرج الكرة الأولى لصالح فريق مولودية العلمة بعد مرور 8 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط، التعادل دائما 0-0، في التماس بالهادي على الجهة اليسرى محمد بالهادي، جماهير غفيرة في
درجات ملعب مسعود سوغار، لان الامر يتعلق بمباراه محليه قبل ان تكون افريقيه. درارتي يسدد والدفاع داخل منطقه العمليات يخرج هذه الكره ترجع من هناك على الجهه اليمنى مباشره مع المدافع الايمن بالخيطر، هيلا منه بالخيطر، انطلق زاد بسرعه بالخيطر يبحث عن راس درار، جاء كره ممتازه لم ينتبه عماد ابراهيمية للكرات، والا كانت كرة فرصة خطيرة لصالح البابية ولصالح عناصر مولودية العلمة. في وسط الميدان الكرة أزوغا تمبانج عنده الكرة، لياقة بدنية كبيرة يتمتع بها اللاعب الكامروني، يرجع للخلف ناحية خالد بوزامة، تمبانج مرة ثانية، شوف كيف يخرجوا عناصر فريق فاقسطيف ضغطا على لاعبي فريق مولودية العلمة في منطقتهم. الكرة ترجع لطارق محساس بعيدة تماما، هذه الكرة ناحية عبد الملك عباس والتغطية الدفاعية من أمين ميكاتلي في التماس لصالح لويس فاقسطيف. هذا شريف حجار مدرب فريق مولودية العلمة، تلعب مع محمد بوشار لحارسه سفيان ختايرية. طبعا الاعتماد على لاعبين المغتربين صار موضة في الكرة الجزائرية منذ 3 أو 4 سنوات، عدد كبير جدا من اللاعبين الشبان المغتربين، يعني أقصد اللاعبين الجزائريين المغتربين في أوروبا خاصة في فرنسا من يلعبون في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، طبعا وجدوا ضالتهم في نوادي جزائرية كثيرة التي استفادت منهم، لذلك نجد أعدادهم تتزايد من 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 موسم لآخر في مختلف النوادي الجزائرية. كرة في التماس من هناك لصالح مختار بالخيطر، يلعبها مع ابراهيم شنيحي، يغطي كورته يخرج من المراقبة، ابراهيم باليسرى يلعبها ثنائية مع درار، جاي يرجع للخلف تماما ناحية عادل معيزة، يلعبها على الجهة اليسرى مع درار، جاء الآن ترجع للخلف لبلهادي للتماس لصالح عبد الملك عباس، تم بانج درارجة مرة ثانية، هي الكرة، هي درارجة تحركاته ممتازة، يواصل دائما عنده الكرة، درارجة محاولة المراوغة، درارجة يصارع من أمام اللاعب باوز، تغطية ممتازة هنا من الدفاع للحارس خدايرية. توس ترجع من تم بانج، يوصلها مباشرة لقلب هجومه عماد ابراهيمية، تلعب في الكرة في العمق بعيدة تماما، والتغطية الدفاعية من هناك عن طريق محمد بوشار، يرجع لحارس ختايرية. داري الاخطاء من كرات مثل هذه من الحارس في أرضية ميدان، نعم ليست رديئة ولا سيئة ولكنها قد تباغت أي لاعب يحاول أن يلعب الكرات باتجاه حارس المرمى بالشكل الذي شاهدنا منذ حين. كرة في التماس يقول حكم اللقاء من دون خطورة لحد الآن، معركة الاستحواذ على الكرة متواصلة في وسط الميدان بين اللاعبين، طبعا هي المباريات المحلية حسابات فيها كلها مختلة يعني ما هيش منطقية تماما. انطلاق على جهة عن طريق اللاعب نمديل، هيلا منه نمديل يوزع كرة ممتازة، اوبا با 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 با، مسات الكرة خطيرة للوفاق، تلعب في الخلف، اولا الركنية، التسديدة من مراد الهم للركنية، يقول حكم المباراة يا لها من كرة ويا لها من ضربة من قصية. لو مسك اللاعب محمد بن يطو في الكرة هذه من نمديل، اولا رائعة جدا هذه الكرة، لم تكن من بنيتو طبعا، الكرة هذه اعتقد كانت من وليد شنين الذي حاول ان يسدد بضربة مقصية يباغت بها الحارس طارق محساس. الركنية الاولى في المباراة للوفاق، هيلة والدفاع، والحكم يقول يعاد تنفيذ المخالفة لانه كان فيه دفع او تدافع بين اللاعبين في اللقطة الماضية، لذلك يقول الحكم يعاد تنفيذ الركنية لصالح عناصر الوفاق. الإعادة لتسديدة مراد الهم، الركنية الأولى في المباراة بعد مرور 12 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول. الركنية تنفذ لصالح الوفاق على الجهة اليسرى من مرمى الحارس طارق محساس في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا دوري المجموعات. الكرة داخلة خطيرة والحارس محساس، كرة خطيرة هكذا داخلة والحارس محساس يلتقطها فوق الرؤوس، همته صعبة محساس طبعا بعد مغادرة أسرير قائد الفريق. الكرة تلعب على الجهة اليسرى مباشرة مع خالد بوزامة، يلعبها في وسط الميدان، أزوغا تمبانج خلاها مباشرة لرفيقه عبد الملك عباس، يلعبها في وسط الميدان مع بن اسماعيل بن طيب، رجع على الجهة اليسرى، رجع للخلف لمدافعه بلهادي، بلهادي خلاها في وسط الميدان لبن طيب، بن طيب يبحث عن أحد الرفقات، خلف في وسط الميدان اللاعب عباس، بن طيب يواصل يكتر، بن طيب يوصلها لتمبانج، تمبانج لدرارجا على الجهة اليسرى، هرب من المراقبة، درارجا يبحث عن تمبانج والتماس بعد تدخل أمين ميكاتلي. التعادل ما يزال سيد الموقف 0-0، لم تنقضي الربع ساعة الأولى من عمر هذا الشوط الأول من المباراة المحلية بنكهة إفريقية بين مولودية العلمة وفاقسطيف. التدخل هنا الحكم يقول خطأ
في وقت اللاعب البوشار يقول بأنه لعب الكرة ولم يلعب رجل المدافع. لا بأس نذكر بكرسي احتياط فريق وفاق سطيف بعد هذه اللقطة وهذه المخالفة. عندنا زيواش في كرسي الاحتياط مع عبد الملك زيايا والرايت ودهار والبلعميري كربية وبلهاني، بينما في كرسي احتياط مرودية العلمة عندنا مدني حميتي همامي بوتربيات دحوش عياشي والوفي. في وقت يبقى اللاعب عبد الملك عباس ساقط على أرضية الميدان بعد هذا التدخل الرائع من محمد بوشار وخطأ صفر حكم المباراة لعناصر مرودية العلم على الجهة اليمنى من مرمى سفيان خدايرية. ولا كرة صعبة لحد الآن من كلا الفريقين، ولا كرة صعبة للحارسين محساس وكذلك سفيان خدايرية بسبب الإثارة بسبب الضغط بسبب الكونة مباراة محلية بين جارين تبعد المسافة بين المدينتين أقل من 20 كيلومتر. كرة في المخالفة على يمين خديرية صعبة كتير لصالح مرودية العلمة في وجود عماد برامية وكذلك وليد درارجة. النمديل والعمري في الجدار المتكون من لاعبين اثنين، العمري في وضعية وسط ميدان في هذه الأمسية، درارجة في تنفيذ هذه المخالفة يبحث عن أحد الرؤوس وكرة داخلة في اتجاه خديرية. درارجة يستعد، درارجة يتقدم، درارجة يوزع الكرة صعبة للمولودية ولا الركنية يقول حكم اللقاء كانت في القائم الأول وأول ركنية في المباراة بعد تدخل عادل معيزة على الصورة قلب دفاع فريق مولودية العلمة. التغطية الدفاعية كانت اعتقد من نمديل، درارجة دائما في تنفيذ الركنية القائم الأول لصد الدفاع، رجعت للاعب عباس عبد الملك عباس والدفاع على مرتين، ما زالت الخطورة من هناك، معيزة بالرأس والدفاع، رجعت لبنتينغ من هناك والتغطية الدفاعية تروح مباشرة للتماس يقول الحكم لصالح عناصر مولودية العلمة. أزوجا تمبانغ من امام وسط الميدان وليد شنين في اولى مباراته على الصعيد اول مباراه افريقيه يلعبها. التغطيه من هناك الدفاعيه لصالح عناصر مولوديه العلمة تروح لابراهيم شنيحي عنده الكره والتمريرات هايله سهله لسفيان خديرية. الحكم خلى الافضليه لم يرفع الرايه راحت لعناصر وفاق سطيف والحارس المتالق سفيان خديرية المتالق في المنافسه القاريه العام الماضي والمتالق ايضا في الدوري مع وفاق سطيف واللي فعلا يستحق ان يكون موجود مع الثلاثه في الثلاث حراس في المنتخب الجزائري. كره في وسط الميدان سيد علي العمري ضيعها رجعت للخلف من خيردي العروسي، هاي للكره البحث عن بنيتو استرجاع، هاي للكره من جانب عناصر مولوديه العلمة تروح لاسماعيل بن طيب يرسلها لابراهيم شنيحي والتغطيه الدفاعيه في وسط الميدان تروح الكره مباشره للمدافع حش. رجعت للخلف خيردي العروسي يلعبها مع بوشار، محمد بوشار والقائد دلهوم ترجع له بوشار مره ثانيه، خرجوا من منطقتهم عناصر مولودية العلمة ضاغطين ميغاتلي. هايلة اللعبة هنا من اللاعب ظهير نمديل، الحكم لم يقل شيئا قال تماس لصالح مولودية العلمة تلعب الكرة في وسط الميدان والانطلاقة في هجمة معاكسة بنيطة وصلها مباشرة لنمديل على الجهة اليمنى انطلق نمديل والتغطية الدفاعية من خالد بوزابا. نمديل ما زاد عنده الكرة ارجع للخلف لدلهوم ترجع له نمديل التوزيعة، نمديل يرفع الكرة في القائمة الثانية والتغطية الدفاعية من هناك عن طريق بالخيتر ثم شنيحي لم يصل على هذه الكرة، ما زالت الكرة الصيفية تلعب في وسط الميدان مباشرة مع شنين، هاي اللعبة من هناك والكرة للتماس شنين والكرة ملعوبة في اتجاه فارس حاشي في التماس يقول حكم المباراة تلعب مباشرة مع بن طيب يلعبها مع مدافعه بالخيتر، بالخيتر يرسل الكرة بعيدة ناحية درارجة هي الكرة يرجع للخلف ضيعها درارجة لصالح عناصر الوفاق تلعب الكرة الثنائية مع بنيطو هي الكرة صعبة لصالح الوفاق، بنيطو قوة كبيرة يتمتع بها بدنية، ارجع لسيد علي العمري على الجهة اليمنى والوسط الكرة وصلت لأمين ميغاتلي ما زالت الصيفية الكرة ولكن بعيدة على نمديل ظهير بلهادي مع رفيقه خالد بوزامة تسترجع الكرة الصيفية، الحكم خلى الأفضلية وصلت لدلهوم يلعب الكرة صعبة لصالح الوفاق التسديدة التسديده من سيد علي العمري لم تكن موفقه تماما ثم الانطلاقه في هجمه سريعه جدا عن طريق اللاعب شنيحي، هاي شنيحي واصل يلعبها هاي ممتاز شنيحي يطلبها مره ثانيه شنيحي عن طريق اللاعب المعيزه بعيده تماما لدرارجه في القائمه الثانيه والركنيه. فنان انت يا شنيحي فنان، استفاد منه النادي الافريقي استفاد من لاعب متميز فعلا 25 سنة في عمره لاعب دولي أظهر قدرات كبيرة جدا وخسارة بالنسبة لمولودية العلمة أنه يضيع لاعب من حجم الشنيحي. وأيضا ممكن درارجة في تنفيذ هذه الركنية في القائمة الأول وتمبينغ والحكم يقول خطأ لدفاع فريق الوفاق
بعد مرور 18 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة، 0-0 مولودية العلمة وفاق ستيف في الجولة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا دوري المجموعات، الجولة الثانية عفوا في دوري المجموعات. اتحاد العاصمة يحتل الريادة بانتصارين، النادي المريخ بانتصار واحد، والعلمة وفاق ستيف من دون رصيد في المركز الثالث. كرة طويلة من سفيان خديرية، البحث عن محمد بن يطو لم يتمكن من امام بنتينغ من امام تيمبينغ عفوا، وانطلاقه من هناك على الجهه اليمنى طلبها الشنيحي، وتغطيه دفاعيه من فارس حش، راح تعاني اليوم يا فارس من هناك على الجهه اليسرى من الخط الخلفي لدفاع فريق الوفاق. شنيحي يستلم الكره يرجع للخلف مباشره مع بن يطو، اسماعيل اسماعيل بن يطو يجيه رفيقه بالخيتر يلعبها في وسط الميدان مع تيمبينغ، يرجع للخلف كل عناصر الوفاق في منطقتهم، بوزاما يرجع لتيمبينغ مره ثانيه يلعبها في الوسط، كره صعبه عن طريق اللاعب عبد الملك عباس، هيلة من عباس، بعيدة 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 يا عباس هذه التمريرة ناحية مدافعك بالخيتر من هناك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي لفريق مولودية العلمة. ترجع لفارس حاشي يلعبها مع رفيقه سيد علي العمري، رجع للخلف لخردين عروسي يرسل كرة طويلة، البحث عن بنيطو والتغطية من معيزة، بنيطو مرة ثانية أو بن طيب عفوا، بن طيب في الوسط يلعبها مع درارجة، هاي درارجة هاي درارجة رجعت له مرة ثانية، البحث عن شنيحي، درارجة مطل للعودة إلى الخلف، ترجع له مرة أخرى، صانع لعب فريق مولودية العلمة لدرارجة، يخرج هذه الكرة ويخرج مع خالد بوزامة، بعيدة تماما هذه الكرة على بالخيتر على بالهادي عفوا، وفي خطأ. مباراة لحد الآن في حدود اللعبة، اي نعم هناك اندفاع وهناك صراعات ثنائيه على الكره ولكن في حدود اللعبه، هنا رفع الرجل خطا كان واضح، صفر حكم المباراه ضد اللاعب ضد الملك عباس. 20 دقيقه لعبنا منذ انطلاقه الشوط الاول، دائما التعادل سيد الموقف، 0-0 مولوديه العلمه وفاق ستيف بطل افريقيا، مولوديه العلمه في الدرجه الثانيه ابتداء من الموسم المقبل، ووفاق ستيف حامل اللقب الافريقي وحامل اللقب الدوري الجزائري وحامل كاس السوبر كذلك في حضور جماهيري غفير، طبعا بغض النظر عن نوعيه المنافسه الحضور الجماهيري دائما يكون غفير في المواجهات بين مولوديه بين الجارين مولوديه العلمه ووفاق ستيف. كره لامين ميغاتلي في المخالفه لصالح الوفاق، وعودة اللاعب زاهر نمديل إلى رفقائه سليم معافى، طويلة الكرة البحث عن بنيطو يبحث عن نمديل، ما زالت الصراعات الثنائية، تفوق لاعبي العلمة أو بالأحرى مدافعي العلمة في الكرات العالية واضح لحد الآن في هذه المباراة في الكرات المرفوعة في اتجاه الهجوم، درارجة يغطي كورته يلعبها من هناك على الجهة اليمنى بسهولة مع رفيقه المدافع بالخيتر، يصعد بالخيتر هيلة منه نزعة هجومية كبيرة عند بالخيتر، يوصل يوزع كرة أرضية في القائمة الأول، كاد يلحق عليه عبد البارك عباس في الأول، عماد برامية قلب الهجوم ثم عباس، الانطلاق على الجهة اليمنى من نمدير يستفيد من تماس، طبعا الإثارة موجودة في المدرجات رغم وجود فقط 2000 مناصر من مناصري فريق الوفاق الصيفي الذين تنقلوا الى العلمة لمساندة فريقهم، بلادي عند الكرة يلعبها مع دراجة في خطأ كل حكم، نعم خطأ ارتكبه سيد علي العمري، المباراة الأخيرة لعب في وضعية مدافع أيسر سيد علي العمري في تشكيلة وفاق ستيف، يعني في المباراة الأولى في دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة في ستيف. كرة لصالح المدافع خالد بوزامة في تنفيذ هاته المخالفة، بوزامة أرضية بعيدة وأصلا كانت بعيدة يا بوزامة من حوالي 40 متر بهذا الشكل صعب، وبغتت سفيان خديرية بتسديدة مثل هذه، واحد من أبناء مدرسة القبة والده كان لاعب سابق في رايد القبة سابقا، رايد القبة التي أنجبت قاسي سعيد وصالح الصاد وصبار وسرباح مهدي، عدد كبير وبمعراف ولاعبين كثر
من عهد عميروش كذلك متميزين في فريق رائد القبة، يعتبر واحد من المدارس الكروية الكبيرة هو مدرسة نصر حسين داي، جمعية وهران واتحاد الحراش ووفاق سطيف كذلك ومولودية وهران وفرق عديدة في الجزائر كانت تعتمد من زمان على لاعبيها المحليين وعلى لاعبين الشبان الذين كان لهم شأن كبير جدا، استفادت منهم الكثير من النوادي الجزائرية والكثير من النوادي الأوروبية كذلك. كرة عرضية على الجهة اليمنى، وضع التسلل من زاهر نمدير، يقول حكم المباراة، تلعب في الوسط من تمبنج. يا تمبنج، الكرات العرضية بهذا الشكل كادت تضيع من هناك. وليد شنين يسرقها، وادي شنين وينطلق من هناك على الجهة اليسرى، يبحث عن بنيط وليد شنين في العمق لصالح عناصر الوفاق. النزعة الهجومية لفريق الوفاق ناقصة اليوم، أو القوة الهجومية ناقصة بسبب الغيابات وبسبب انعدام الانسجام بين لاعبين جدد في الوفاق على غرار إسام باوز وكذلك وليد شنين، بالإضافة إلى فارس حاشي طبعا في غياب زيايا الموجود في كرسي الاحتياط في هذه الأمسية، وكذلك بالعميري موجود في كرسي الاحتياط في غياب جانيت الذي غادر الوفاق الصيفي في اتجاه الدوري الكويتي. الكرة في الوسط لصالح بن يطوي، هي الكرة غير تماما على الجهة اليمنى، ممتازة لنمديل والتغطية الدفاعية، الكرة ترجع للحارس، لم يكن هناك إعادة الكرة للحارس بصفة متعمدة لذلك الحكم لم يصفر خطأ. كرة بعيدة، البحث عن درارجة يخطئ هنا أمام أنظار حكم المباراة الذي يؤدي في مباراة متميزة لحد الآن عند الدقيقة 24 منذ انطلاقتها. التعادل لا يزال سيد الموقف، 0-0 بين الفريقين مولودية العلمة ووفاق سطيف، الفريقان الجزائريان في هذه المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. ميزة في التغطية، يرجع مرة ثانية، عفوا خالد بوزامة، تمبنج ايضا اخراج الكرة ببطء من الخلف من جانب عناصر مولودية العلمة يخلي عناصر الوفاق ترجع بسرعة الى منطقتها. من جهة عناصر مولودية العلمة تخرج الكرة ببطء، ومن جهة اخرى النزعة الهجومية لفريق وفاق سطيف ناقصة اليوم على الاقل لحد الان في 24 دقيقة لعبناها لحد الان. كرة عرضية، البحث عن ابراهيم شنين من هناك على الجهة اليمنى، تغطية دفاعية من فارس حاشي، ترجع له ابراهيم شنين من عند رفيقه بن طيب، هي الكرة بن طيب يطلبها دراجة في الوسط، بن طيب يلعبها لتمبنج ثم بن طيب والكرة سهلة ضايعة راحت لقلب الدفاع، محمد بوشار يلعبها في وسط الميدان مع دلهوم وكذلك سيد علي العمري، مضطر يرجع للخلف. خسارة فريق وفاق سطيف اليوم سيكون لها مفعول وأثر سلبي كبير على أبطال إفريقيا، طبعا حظوظهم تبقى قائمة ولكن مهمتهم ستكون صعبة كثير إذا خسروا اليوم أمام فريق مولودية العلمة هنا في العلمة. كرة بالراس من دلهوم، تمبنج يسترجعها في وسط الميدان من أمام بن طيب، يلعبها من هناك على الجهة اليمنى مع مدافع الأيمن بالخيتر، عنده نزعة هجومية كبيرة بالخيتر وليد شنين في التغطية، هاي الكرة بالخيتر يواصل وتوزيعة خطيرة والتغطية دفاعية من عروسي، ولا تغطية دفاعية من عروسي ينقذ الموقف، ثم الانطلاقة من شنين في هجمة معاكسة. الكثافة العددية غير موجودة في الخط الأمامي لفريق وفاق سطيف، ليبقى يدافع أكثر مما يهاجم، يهاجم بعدد قليل جدا من اللاعبين، طبعا باوز وشنين وكذلك بن طيب، نمدير موجود على الجهة اليمنى معزول شوية، العدد غير كافي لعناصر فريق وفاق سطيف. شوف بنيطو يجد نفسه معزول، يضيع هذه الكرة من أمام بوزامة، خالد يلعبها في وسط الميدان مع وسط ميدان اسماعيل بن طيب، ينتظر انطلاقة من هناك عن طريق ابراهيم شنيني، يفضل درارجا والكرة ضاعت، اوه عباس يستفيد من خطأ، الحكم يقول لا ليس هناك خطأ من ميغاتلي، تلعب على الجهة اليمنى مع زاهر نمديل، نمديل عنده الكرة يلعبها في وسط الميدان مع دلهوم، ترجع له نمديل، يرجع لدمهول دلهوم مرة ثانية والتغطية الدفاعية من بوزامة، يخرج هذه الكرة مع رفيقه بالهادي، بوزامة مرة ثانية يبحث عن درارجا، الكرة ضاعت راحت لدلهوم، يوصلها لبنيطو، كرة صعبة للوفاق، بنيطو لعبها من هناك ناحية رفيقه شنين، شنين يراوغ، شنين يكثر، شنين زوج لاعبين أمامه يضيعها، يتفوق بن طيب بهذه الكرة ويلعبها لعبها للشنيحي، ما زالت الكرة الصيفية، محاولة التسديد من بعيد من بعيد من بعيد من حوالي 40 متر تماما، الكرة خرجت ضربة مرمى بعيدا عن الحارس طارق محساس أمام كرسي احتياط فريق الوفاق سطيفي بقيادة زيايا، هاي التسديدة من بعيد من وليد شنين بعيدة تماما، خرجت ضربة مرمى. لعبنا لحد الآن 27 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول، دائما النتيجة 0-0 وفاق سطيف مولودية العلمة،
جنيحي الكرة من هناك بالراس، يتفوق عليه اللاعب حاشي ويرتكب خطأ في تقدير حكم المباراة المصري جهاد الجريش الذي يدير هذه المباراة. كرة في المخالفة لصالح مولودية العلمة أمام أنظار الحكم المدرب شريف حجار، مرفوعة الكرة بعيدة سهلة لسفيان خدايرية من أمام عادل معيزة لاعب سابق في عنابة وشبيبة بجاية واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل وفاق سطيف كذلك. تغطية دفاعية في وسط الميدان لصالح سيد علي العمري، يلعبها مع وسط ميدانه والقائد مراد الهوم، ارجع للخلف تلعب مع حاشي فارس من هناك على الجهة اليسرى، يلعبها لرفيقه شنين، رجعت لوسط الميدان مع دلهوم، دلهوم اطلبها ميقاتلي، يفضل شنين عنده الكرة، يرجع لبوز والكرة ضاعت. ثم الانطلاق على الجهة اليسرى عن طريق عبد الملك عباس، عبد الملك عباس معزول امام لاعبين اثنين، وصل عليه درارجا، درارجا يفضل يبقى نافع على الجهة اليسرى، طلبها تمبينغ، بأن الدرارجة لم يرفع رجله في هذه الكرة. تلعب بين ثنائي عروسي وكذلك بوشار، بوشار في الوسط يجد نمديل، خرج من المراقبة الأول تخلص منه، الثاني لا، تسترجع من معيزة بعيدة تماما، الكرة هذه راحت للتماس. طبعا الإثارة موجودة ولكن المستوى لم يرقى إلى ما نتوقعه. طبعا المباريات المحلية هي هكذا، الحديث عن المستوى في مباراة محلية يأتي في مستوى آخر. مباريات المحلية يلعبها اللاعبون من أجل الفوز بها بين الجارين. كرة من محمد بوشار، رجع للخلف، بن طيب الراس، يلعبها مع إبراهيم شنيحي، يرجع لبن طيب مرة ثانية، تيم بانك طلبها في وسط الميدان، توصل الكرة على جهة اليسرى بالهادي، يلعبها في العمق ناحية رفيق عباس، وكذلك قلب هجوم وعيد مهد إبراهيمية، الكرة تسترجع من تيم بانك لصالح عناصر مولودية العلمة مع درارجا، تغطية ممتازة ثم الكرة في التماس خرجت لصالح بالهادي، لو لم يتأثر لاعبو مولودية العلمة بنزولهم من الدرجة الثانية كان وتضييعهم لبعض اللاعبين كان يمكن أن يكون لهم شأن آخر أمام ناديين جزائريين آخرين، أمام اتحاد العاصمة ووفاق سطيف كانت عندهم حدودهم هم كذلك، ولو أن الحدود لا تزال قائمة. محاولة من هناك والركلية يقول الحكم، رائع بالخيتر من هناك في الرواق الأيمن، يفعل ما يشاء من أمام فارس حاشي. نقطة قوة مولودية العلمة في الرواق الأيمن في وجود بالخيتر ووجود كذلك إبراهيم شنيحي. الركنية الثالثة لمولودية العلمة عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، التعادل دائما 0-0، شنيحي في تنفيذ هذه الركنية هيلة في القائمة الثانية، مرفوعة عالية بالرأس من تمبينغ وضربة مرمى، سي تمبينغ بعيدة تماما، خرجت ضربة مرمى، كل حكم المباراة. طبعا كان محاصر من ميغاتلي لذلك كرته لم تكن فيها القوة والدقة اللازمتين، ويبقى الجمهور يترقب وينتظر في هز الشباك وينتظر في تسجيل الأهداف هذه المباراة. تلعب الكرة في وسط الميدان عن طريق عبد الملك عباس، رجع للخلف لقلب دفاعه خالد بوزامة، غير تماما لإبراهيم شنيحي، في دفع كل الحكم من إبراهيم شنيحي، مرهقة مباراة هكذا في شهر رمضان وساعتان بعد الإفطار بالنسبة للاعبين.
لدفاع فريق مولودية العلمة أمام عشاق الوفاق الصيفي الموجودين هم كذلك في المدرجات. حوالي 2000 مناصر تنقلوا مع فريقهم إلى العلمة. الكرة في الخلف عن طريق بالهادي يبحث عن إبراهيم شنيحي. هاي إبراهيم شنيحي يخرج من وضعيات صعبة أمام 5-6 لاعبين. هاي إبراهيم شنيحي يرجع للخلف ناحية إسماعيل بن طيب يلعبها كرة عرضية لعباس بالراس. أولا لا كاد يلحق عماد برهمية في وضعية قلب هجوم على هذه أمام هذه الكرة. مازالوا ضاغطين لاعبين تاع فريق مولودية العلمة مع إبراهيم شنيحي وكذلك وسط ميدان بن طيب الذي يخرج هذه الكرة للتماس من أمام فارس حاشي. مباراة مثل هذه في حاجة إلى هدف، في حاجة إلى هز الشباك من واحد من الجانبين أو من كلا الجانبين لكي تصبح أفضل. بنيطو يوصلها لزهير المنديل على الجهة اليمنى. المنديل ما زالت عنده الكرة، يرفع كرة لمليان المنديل. كاد دباغة الحارس طارق محساس هذه الكرة. كرة مثل هذه دقة كبيرة عن طارق محساس من أمام اللاعب دلهوم. تسترجع الكرة وفي خطأ يقول الحكم لإبراهيم شنيحي. الوسيلة الوحيدة لإيقافه هي ارتكاب الأخطاء عليه إبراهيم شنيحي. الكرة في الوسط من عند بن طيب يلعبها لعباس وبعيدة للركنية. نعم يقول الحكم ركنية خمسة لعناصر مولودية العلمة منذ انطلاقة المباراة. دخلنا ربع ساعة الأخير من عمر هذا الشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر، دائما في انتظار هز الشباك. الركنية تنفذ عالية مرة أخرى. وبابا تمبنج تردد تمبنج، رجعت لبن طيب مرة ثانية. بن طيب يرفع كرة عالية خديرية، لم تكن هناك وضعية تسلل والحكم يقول خطأ لصالح خديرية ارتكبه خالد بوزامة. لا 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 يا خالد، لا 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 يا خالد، لا يا خالد، حتى ولو قال لك أي شيء في الكرة، في مباراة الكرة تقال الكثير من الأشياء وتفعل الكثير من الأشياء. طبعا الاستفزاز وعادي في لعبة كرة القدم، حتى على المستوى العالي شفنا أشياء غريبة وعجيبة. أنت تعرف هذا يا بوزامة، وتعرف بأنه لا الحارس ممكن استفزك بأي كلمة وعادي جدا، لأنه في الكرة عادي، لكن يجب أن تحافظ على أعصابك وتحافظ على نفسك من البطاقات الصفراء. كلام قل له كلام خلاص، يعني في الكرة حتى تتجنب أي 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 تصرف يكلفك البطاقة الصفراء. أعتقد بأنك نلتها البطاقة الصفراء، الحكم أخرجها لبوزامة، وهل أخرجها كذلك لسفيان خديرية؟ نعم بوزامة نال البطاقة الصفراء. الكرة من سفيان خديرية، تمبنج بالراس، بالهادي في صراع والحكم يقول تماس للوفاق لصالح ميغاتلي. وزامة في التغطية أو بالهادي في التغطية وفي خطأ آخر يقول حكم اللقاء لصالح الوفاق الصيفي. آه يا محمد يا بالهادي، منح له البطاقة الصفراء كذلك لسفيان خديري. كرة في المخالفة صعبة لفاق سيف عند الدقيقة 37 من عمر هذا الشوط الأول. دائما التعادل السلبي بين الفريقين. كرات الثابتة خطيرة جدا لصالح اللاعب سيد علي العمري وكراته المقوصة داخل سيد علي. الدفاع بصعوبة يخرجها، كرة كانت صعبة يلحق عليها بنيطو، يرجع لسيد علي مرة ثانية يبحث عن الملاغة والتغطية الدفاعية للتماس من درارجة خرجها. لعبة كانت رائعة جدا، المخالفة كانت مصوبة كما ينبغي في القائم الأول. يطلب الكرة بنيطو، يعتمد على لياقته على قامته على اندفاعه على مهاراته كذلك. رغم أن مهمة الحصول على مركز لاعب أساسي في تشكيلة الوفاق في وجود زيايا وبالعميري وغيره لم يكن بالأمر الهين الموسم الماضي بالدرجة الأولى. بنيطو
سجل العام الماضي 6 أهداف في الدوري الجزائري مع فريقه فاكس ديف. نبيل هادي يتحصل على خطأ يصفر حكم المباراة لصالح طارق محساس حارس مرمى المولودية. محساس يرسل كرة طويلة البحث عن عبد الملك عباس وللتماس. بالهادي درارجة يايا الكرة درارجة ممزوج لاعبين يخرج ويخرج الكرة يلعبها في وسط الميدان مع بن طيب. بن طيب مع ابراهيم شنيحي. ابراهيم شنيحي وبعيد التسديدة سرع في التسديد هنا ابراهيم شنيحي اللي كان احسن ممرر العام الماضي في الدوري الجزائري سجل 7 أهداف وفريق مولودية العلمة كان فيه احسن هداف هو وليد درارجة ب 16 هدف سجلهم الموسم الماضي في الدوري الجزائري احسن ممرر واحسن هداف ونزل للدرجة الثانية في دوري كان فريد من نوعه العام الماضي قبل 4 جولات من نهاية الموسم لم نكن نعرف من سيسقط ومن سينال الدوري. حكم المباراة سقط في اللقطة الماضية وعاد الكرة في الوسط لصالح عصام باوز يلعبها مع رفيق دلهوم القائد. اوب 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 خطأ فادح البطاقة الصفراء البطاقة الصفراء لم يكن الأخير حتى يخرج له البطاقة الحمراء. لا 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 لم يكن الأخير حتى يخرج له البطاقة الصفراء. خير الدين عروسي يتلقى البطاقة الصفراء على خطأ فادح. لاعبو مولودية العلمة يحتجون ويطالبون الحكم بأن يخرج البطاقة الحمراء ولكن الحكم المصري جهاد جريشة في تقديره أن عروسي لم يكن هو الأخير في اللقطة هاته في لاعب في أسفل الصورة هنا شوف اللاعب موجود في أسفل الصورة وبالتالي في تقدير حكم المباراة أن عروسي لم يكن هو اللاعب الأخير لكي يخرج له البطاقة الحمراء. هو تقدير الحكم كان ممكن يقدر ويعتبر بأن عروسي كان هو اللاعب الأخير يخرج له البطاقة الحمراء ولكن الهينوكة لعبة كرة القدم في القرارات التحكيمية التي تبقى هي السيدة. طبعا نقد مهما اختلفنا في تقديرها نحن ولكن الحكم هو سيد الموقف. خرج البطاقة الصفراء لعروسي خرجها لسفيان خضيرية وخرجها كذلك لخالد بوزامة 3 بطاقات صفراء في مباراة كنا نتوقع بأن تكون أكثر إثارة وأكثر اندفاع ومستواها أفضل ولكن في الشوط الأول ما زالت المباراة لم تخرج من قوقعتها التي بدأت فيها مع اللعب المتركز في وسط الميدان مع بعض المحاولات المحتشمة لم تقلق كثيرا لا طارق محساس حارس مرمى مولودية العلمة ولا سفيان خداري حارس مرمى فريق الوفاق. ربما هذه الكرة من درارجة وكذلك المهاجم الخطير إبراهيم شنيحي المهاجمان الخطيران درارجة وليد وكذلك الشنيحي في تنفيذ هذه المخالفة. هل ستكون باليمنى أو باليسرى يا خديرية؟ صعبة كثير كرات مثل هذه في زوايا وأماكن مثل هذه بالنسبة لحارس المرمى درارجة وكذلك إبراهيم شنيحي في تنفيذ هذه المخالفة. تلعب ثنائية تسديدة أولا بعيدة تماما من بلهادي كانت التسديدة من المدافع بلهادي اللعبة من درارجة لبلهادي كانت عندهم 3 خيارات يا إما شنيحي أو درارجة أو بلهادي في هذه التمريرة حتى يهربوا من الجدار ويجد نفسه في مرمى في مواجهة المرمى. دخلنا ال5 دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط 0-0 دائما في النتيجة. نتيجة التعادل لا ترضي الفريقين صراحة ولو أنها تخلي نكهة هذه المجموعة أو تخلي التنافس في هذه المجموعة يبقى مفتوح. الكرة في وسط الميدان عن طريق اسماعيل بن طيب يراوغ بن طيب يوصلها لمدافعه من هناك اللاعب بالخيتر هيلة من بالخيتر يوصلها لابراهيم شنيحي محتفظ بالكرة 3 لاعبين امامه ابراهيم شنيحي يرجع لبالخيتر مرة ثانية بالخيتر يواصل عنده الكرة بالخيتر طلبها شنيحي وصلته شنيحي امام 2 لاعبين هيلة منه ولا لا لا ولا شيء ولا شيء ابراهيم ولا شيء ابراهيم تغطية دفاعية تلعب الكرة مع باوز تسترجع العلمية ثم الصيفية وانطلاقة من دلهوم يلعبها من هناك على الجهة اليسرى البحث عن رفيق الشنين وبعيد على بنيطو تسترجع من معيزة في وسط الميدان يلعبها لدرارجة دخل معيزة درارجة عنده الكرة طلبها المنديرك على الجهة اليمنى بالخيتر بالخيتر وصلاته بالخيتر دخل بالخيتر خطير بالخطر يوزع كرة أرضية والدفاع ينقذ الموقف يخرجها مباشرة لبنيطو التغطية الدفاعية من بن طيب وكذلك رفيق خالد بوزامة يلعبها مع بالهادي طويلة من بلهادي تغطية دفاعية صيفية ما زالت إبراهيمية عماد وصل متأخرا في هذه الكرة التغطية رائعة من خير الدين عروسي من بوشار عفوا
غطى عروسي كما ينبغي. ما زالت الكره للعلمه والتغطيه والكره وبرار جوب. شجاعه كبيره عندك يا محمد بوشار في الكرات الموجود يسبق المهاجمين. الكره تلعب من تمبانج ما زالت لصالح مولوديه العلمه عن طريق درارجا يرتكب خطا. درارجا يرتكب خطا لصالح محمد بوشار في لحظات حرجه يمر بها دفاع فريق الوفاق في وجود محمد بوشار المتميز والمتالق يسبق المدافعين ويتحصل على خطا في هذه الكره قبل دقيقتين فقط من نهايه الوقت الرسمي للشوط الاول. تلعب الكره مع فارس حاشي من هناك على الجهه اليسرى يلعبها في وسط الميدان سيد علي العمري ترجع له مره ثانيه من باوز. ثلاثي وسط ميدان دفاعي باوز سيد علي العمري وكذلك مراد الهوم. مراد الهوم يتحرر شويه يهرب يخرج للامام يساعد هجومه مقارنه بسيد علي العمري وكذلك عصام باوز اللاعب المغترب في تشكيله فريق الوفاق. خالد بوزامه يوصل علي وليد درارجا. اي 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 اي, أي. بفن درارجا في هذه الكره في اتجاه ابراهيم شنيحي ولكنها خرجت بعيده تماما للتماس. خير الدين عروسي باوز دلهوم القائد ينطلق من وسط الميدان عنده الكره دلهوم. دلهوم يلعبها ممتازه مع بنيتو. بنيتو طلبها نمديل على الجهه اليمنى يفضل ميغاتلي. ميغاتلي يرجع لباوز العمري هائله في اتجاه اللاعب شنين تلعب مع نمديل مرفوع ولولو دفاع يتدخل ما زالت الخطوره الكره الصيفيه ودرارجا يسرق هذه الكره وينطلق في هجمه معاكسه يواصل درارجا راح ابراهيم شنيحي درارجا يواصل درارجا انطلق عنده الكره وفي خطا نعم من وسط الميدان سيد علي العمري. سيلة الوحيده لايقاف درارجا هي ارتكاب هكذا اخطاء امامه تلعب لتمبينغ يرجع للخلف ناحيه بن طيب. بن طيب يغير تماما لبلهادي على الجهه اليسرى عباس تمبينغ بن طيب طلبها عباس درارجا مرة ثانية في مساحة صغيرة تلعب بالكرة طالب بأن يفتح اللعب فريق مولودية العلمة أكثر لأن الكرة هكذا في العمق تسهل من مهمة دفاع فريق الوفاق. تروح لعباس مرة ثانية ما احتفظ بها الحكم لم يقل شيئا ثم انطلق عن طريق المهاجم الخطير محمد بنيتو معزول أمام زوج لاعبين يتفوق عليه ويتفوق عليه هذا المعيزة كل البراعة اللي يتمتع بها والرزانة كذلك. دقيقة واحدة يقول الحكم الرئيسي من الوقت بدل الضايع من عمر هذا الشوط الأول من المباراة. التعادل دائما صفر مقابل صفر. بلادي يرجع لتمبينغ يغير تماما من هناك لإبراهيم شنيحي والتغطية من حاشي كل هدوء كل رزانة يلعبها مع حارسه سفيان خديرية. حاشي مرة ثانية الكرة توصل لبنيتو من وسط الميدان انطلق بنيتو يواصل قوة كبيرة راح بنيتو عنده الكرة بنيتو يبحث عن التسديد يكثر بنيتو محتفظ بها تمبينغ في التغطية مطل العودة إلى الخلف بنيتو مباشرة من هناك مع رفيقه سيد علي العمري يلعبها مع فارس حاشي يوزع كرة في القائمة الثانية فارس بالراس كاد يفعلها بنيتو يفتح مجال التسجيل والاحتكاك بينه وبين معيزة في الكرة الماضية التوزيعة كم كانت رائعة من قبل فارس حاشي بنيتو في الارتقاء واو والتغطية الدفاعية من خالد بوزامة وليس من معيزة سقوط اللاعبين اي 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 بنيتو يصاب في هذا الاحتكاك الذي وقع في اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول من المباراة. التعادل دائما صفر مقابل صفر في النتيجة. مولودية العلمة كانت أفضل شوية. خالد بوزامة يعود سليم معافى في انتظار عودة محمد بنيتو إلى رفقائه بعد هذا الاحتكاك والاصطدام الغير متعمد بين الفريقين. في شوط أول كانت فيه الإثارة السيدة، في شوط أول كانت فيه الصراعات الثنائية أيضا والاحتكاكات بين اللاعبين سيدة كما كان متوقع، ولكن المستوى كان بعيد جدا عن المرتقب. كما قلت لكم في بداية الوصف بأن مباريات مثل هذه يلعبوها اللاعبين من أجل الفوز بها وإرضاء العشاق والجماهير والحصول على ثلاث نقاط
تعيد واحد من الفريقين إلى سكة المنافسة على ورقة التأهل إلى الدور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا في هذه المجموعة، بين حامل اللقب وبطل الدوري الجزائري فريق الوفاق، وبين كذلك صاحب المؤخرة العام الماضي والنازل إلى الدرجة الثانية فريق مولودية العلمة في على أرضية ميدان وأمام عشاقه في ملعب مسعود زوغار بمدينة العلمة، مدينة التي يعشق سكانها الكثير، يعشقون كثيرا لعبة كرة القدم ويعشقون ناديهم الذي لم يرقى إلى المستوى المطلوب رغم توفرهم على ملعب رائع جدا يتسع لحوالي 20,000 مناصر. الحكم المصري جهاد جريشة سيصفر بعد لحظات نهاية هذا الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 0-0. نعم يصفر في هذه اللحظات 0-0. العلمة كانت أفضل، نتمنى الشوط الثاني أحسن. ألقاكم بعد حين مع بداية الشوط الثاني بإذن الله تعالى. فصل وسنكون عندك الأخضر بالريج بعد لحظات، تفضل. كل من عبد العالي وكذلك حسام، إذا نذهب مباشرة زميل الحفيظ، تفضل الخط معك. شكرا جزيلا للزميل الأخضر بالريج. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الافاضل، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشره من ملعب مسعود زوغار بمدينه العلمه ومجريات الشوط الثاني، مع اول تغيير في التشكيلتين الصيفيه وكذلك العلميه مع دخول عبد الملك زيايا في هذه اللحظات من عمر المباراه في مكان محمد بن يطو، ودخول كذلك قلب هجوم اخر في تشكيله فريق مولوديه العلمه هو فارس حميتي الذي ياخذ مكانه مباشره في بدايه هذا الشوط الثاني من عمر المباراة في مكان عماد إبراهيمية. تغييران ذو نزعة هجومية بالنسبة لكلا التشكيلتين، حميتي وقدرته الهجومية الكبيرة جدا، وفي الجهة المقابلة كذلك عبد الملك الزيايا بنزعة الهجومية كقلب هجوم في التشكيلة الصيفية التي دخلت الشوط الأول بسفيان خديرية في الحراسة، ميقاتلي الجهة اليمنى، حاجي الجهة اليسرى، سفيان بوشار وليس محمد كما ذكرت في الشوط الأول في وسط الدفاع رفقة خير الدين عيروسي، وسط الميدان مراد الهوم سيد علي العمري وكذلك عصام باوز، نمديل على الجهة اليمنى، وليد شنين على الجهة اليسرى، وعبد الملك الزيايا راس الحربة في مكان محمد بن يطو. في الجهة المقابلة فريق مولودية العلمة دخل بطارق محساس في حراسة المرمى، مختار بالخيطر على الجهة اليمنى، محمد بالهادي على الجهة اليسرى، بوزامة ومعيزة في وسط الدفاع، توم بانج بن طيب ودرارجة، شنيح الجهة اليمنى، وعبد الملك عباس الجهة اليسرى، وفارس حميتي راس الحربة دخل في مكان عماد إبراهيمية الذي كان نوعا ما ثقيلا في الخط الأمامي. كرة صعبة والدفاع يتدخل ويخرجها لركنية من ميقاتلي في أول مخالفة وأول لعبة لصالح عناصر فريق مولودية العلمة. ميقاتلي يتدخل ويخرجها الركنية الأولى في بداية هذا الشوط الثاني من عمر هذه المباراة التي تركنا شوطها الأول متعادلا بين الفريقين 0-0. درارجة وصلت الكرة، ترجع كرة صعبة ممتازة في القائمة الثانية، بعيدة بعيدة بعيدة، توم بينج فدت الكرة وراحت مباشرة ضربة مرمى يقول حكم المباراة. دخول فارس حميتي من المفروض يعطي قوة كبيرة للخط الأمامي لفريق مولودية العلمة. فارس يلعب في البليدة، في شبيبة القبائل، في اتحاد العاصمة، في شباب بن وزدان، يلعب في العلمة منذ 4 مواسم. في الجهة المقابلة كذلك عبد المايك زيايا يعطي قوة إضافية للخط الأمامي للوفاق. عنده الكرة الآن في أول كرة يلمسها عبد الملك زيايا، انطلق عائلة منه، عبد الملك يواصل، عبد الملك يلعبها من هناك على الجهة اليمنى مع رفيقه نمديل، نمديل يجي خلفه أمين ميقاتلي، نمديل والركنية. التغطية الدفاعية ممتازة هنا من قبل عادل معيزة، يخرج الكرة للركنية الأولى في الجهة المقابلة بالنسبة لعناصر وفاق ستيف في تنفيذها وليد شنين. الشوط الثاني سيكون صعب جدا على التشكيلتين وعلى الفريقين. شنين في تنفيذ هذه الركنية يرفعها، هيلا بالراس، ولا ضربة راسية من سفيان بوشار 21 سنة في عمره، قدرات هائلة جدا عند المدافع الأوسط في التشكيلة الصيفية. في وقت يبقى اللاعب أمين ميقاتلي ساقط على أرضية الميدان بعد الكرة الماضية، بعد الراسية التي كادت تشكل خطورة على مرمى الحارس طارق محساس، حارس مرمى مولودية العلمة بعد مغادرة نسيم أسرير لفريق البابية هكذا يسمى، مع مدربه شريف حجار مدرب سابق لشبيبة الثورة
نادي آخر في الدوري الجزائري، بينما خير الدين ماضوي لاعب دولي سابق ولاعب سابق في فريق وفاق سطيف وفي شباب بالوزداد، يدرب الوفاق الموسم الثالث على التوالي. سفيان بوشار بالراس تسترجع في وسط الميدان عن طريق وليد درارجة، يلعبها مع بالهادي من هناك على الجهة اليسرى، يجي تمبنج يرجع لبالهادي مرة أخرى، قريب منه اللاعب عبد الملك عباس، هاي للكرة وانطلق من هناك من وليد درارجة توغل. لا 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 خطأ يستحق عليه البطاقة الصفراء لأنه كان اعتراض واضح من قبل أمين ميكاتلي، الحكم يفضل أنه يخلي اللعب ولا يمنح البطاقة الصفراء لأمين ميغاتلي على التدخل، لأنه لو شوفوا بالتصوير البطيء شوف راح مباشرة للاعب، هوب كرة لم يلمسها تماما راح للاعب، عرقلة بهذا الشكل، على الأقل يستحق عليها البطاقة الصفراء أو بالأحرى يستحق عليها البطاقة الصفراء. لكن يبقى تقدير حكم المباراة هو سيد الموقف في الشوط الأول، تحدثت لكم عن التقدير، عن السلطة التقديرية لحكام مباريات كرة القدم واللي هي تعطي النكهة الخاصة لمباريات الكرة وللرياضة عموما، لأن القوانين واضحة ولكن تكييفها وفهمها وتطبيقها فوق أرضية الميدان ترجع صلاحيتها لحكم المباراة وسلطته التقديرية. كرة في المخالفة صعبة كثير من هناك على الجهة اليمنى من مرمى الحارس سفيان خديرية في تنفيذ هذه المخالفة، مرفوع القائم الأول والدفاع يخرجها عن طريق عبد الملك زياي، لم يلحق درارجة مرة ثانية، يسترجعها كل عناصر الوفاق في منطقتهم، تلعب الكرة على الجهة اليمنى مع بالخيتر اللاعب القوي والنشط في الرواق الايمن، يلعبها مع ابراهيم الشنيحي، زوج لاعبين امامه ضيعها والحكم لم يقل شيئا، منطلقه سريعه لصالح الوفاق عن طريق سيد علي العبد، يلعبها لعبد الملك زياد يتوغلها، كره خطيره عبد الملك عنده الكره، عبد الملك مازال من امام درارجة يرجع للخلف وضيعها بالخيتر يسترجعها وفي خطا، نعم بالخيتر يسترجعها وفي خطا، يلعب بسرعه مباشره من هناك عن طريق ابراهيم الشنيحي، انطلق ابراهيم الشنيحي ممتاز لعباس، كره خطيره للمرمى ابراهيم الشنيحي مع عباس والدفاع يخرجها خير الدين عروسي، بدايه شوط ثاني قويه، تمبنج هايله لابراهيم الشنيحي والحكم يقول خطا ضد اللاعب شنين من امام الكامروني ازوغا تمبنج. تدخل من شنين، الحكم كان خلى الأفضلية وبعدين رجع وصفر خطأ لما شاف بأن الكرة ضاعت من أرجل اللاعبين مديرية العلمة، المخالفة تنفذ هيلة 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 والدفاع يخرجها عن طريق العروسي هذه المرة، وعبد الملك زيايا يضيعها تروح لمختار بالخيتر يرجع للخلف تماما، كرة بعيدة على عبد الملك عباس، لا على ميزة عفوا، ميغاتلي في تنفيذ التماس يضغط فريق مولودية العلمة على الوفاق في منطقته مثل ما يضغط الوفاق على عناصر مولودية العلمة عندما تكون الكرة في منطقته، وكذلك تبادل الضغط بين الفريقين في محاولة لمنع الخصم من إخراج الكرة من منطقته وبناء اللعب، لذلك لم نشاهد بناء لعب من الخلف من كلا الجانبين. الكرة طويلة ترفع مرة ثانية تسترجع عن طريق مختار بالخيتر في الخلف، لعبنا لحد الآن 6 دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني، تغيير واحد في كل تشكيلة، الكرة لبن طيب في وسط الميدان نشيط جدا، يلعبها لابراهيم الشنيحي يهرب من المراقبة بالخيتر، تمبنج يبحث عن حميتي في أول كرة يلمسها، حميتي وصل عنده الكرة، حميتي وصل على الجهة اليمنى هاي لبالخيتر، مختار يرفعها خطيرة، تغطية دفاعية من ميكاتلي خرجها للتماس لصالح مختار بالخيتر مرة ثانية، اي سوء تفاهم بين بالخيتر وبين ابراهيم الشنيحي، كرة راحت سهلة ضربة مرمى يقول الحكم. خديرة في عدة الكرة إلى وسط الميدان طويلة كثير، تيمبينغ بالراس يتفوق من أمام اللاعب مراد دلوم والحكم يقول خطا، خلينا نقول بان التحكيم المصري لحد الان في المستوى في هذه المباراه، اي نعم اخرج 3 بطاقات صفراء ولكنه يدير في هذه المباراه بامتياز ويصفر كل الاخطاء او اغلب الاخطاء التي يعتبرها اخطاء في تقديره، حاضر قريب جدا من اللاعبين وقريب من الكره وقريب من كل اللقطات، الكره تلعب في وسط الميدان مباشره مع دلوم يوصلها على الجهه اليمنى لميغاتلي، ميغاتلي مضطر يتريط ويرجع امام دلوم، يجي مباشرة باوز يفضل يرجع للخلف تماما لسفيان خديرية مثل ما جاءت يرجعها
الراس من بلهادي. سفيان بوشار، ميغاتلي، باوز، الكرة صعبة لصالح نمديل. هاي الكرة يسرع ناصر وفاق وانطلاقة البحث عن عبد المنعم الكنزي، توزيع والتغطية ممتازة من عادل معيزة، ثم لمسة يد يقول الحكم لصالح الوفاق. تلعب بسرعة عن طريق باوز، باوز يوصلها من هناك على الجهة اليمنى مع ميغاتلي. ميغاتلي يبحث عن الثغرة لتوزيع هذه الكرة، يراوغ ميغاتلي، يوزع كرة هائلة خطيرة، با 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 با. ضاعت منك يا نمديل، عفوا يا شنين. الكرة بعيدة في القائمة الثانية، راحت هذه الكرة. فت وظاهر نمديل، المراوغة كانت ممتازة والتوزيع أيضا، والضربة المقصية لم تكن موفقة مرة أخرى. يا نمديل هو في المراوغة وليس ميغاتلي. والضربة المقصية من قبل اللاعب شنين. الكرة من فارس حميدي، كرته بعيدة تماما، تسديدة من بعيد بهذا الشكل من حوالي 40 متر، صعب انك تباغت الحارس سفيان خضيرية في كرة مثل هذه. خضيرية جاء كرة، مازال نفس النسق ونفس الريتم ونفس السيناريو، وضعية التسلل هنا، الحكم رفع الراية. الحكم الرئيسي لم ينتبه للحكم المساعد عندما رفع الراية مشيرا الى وضع التسلل. الخيطر يخلي الكرة للخلف لقلب دفاع معيزة. عادل يلعبها مع بوزامة من هناك، خالد بوزامة في العمق لتيمبينغ، يلعبها مع رفيق بن طيب. بوزامة مع معيزة، يلحق على هذه الكرة قبل ما تخرج. عايزة يفضل يلعب كرة طويلة ناحية حميتي، والتغطية من ميغاتلي من هناك تحت ضغط اللاعب عبد الملك عباس. يا ميغاتلي لعبة مع نمديل في الوسط، مرد لهم، ارجع للخلف لسفيان بوشار بدوره الخضيرية، يرسل كرة عالية. طبعا الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدا، هذا هو اللي صعب من مهمتهم، من مهمة اللاعبين فوق أرضية الميدان، وخلى هذا التكافؤ النسبي في اللعب، لو أن مجريات الشوط الأول كانت نسبيا لصالح فريق بلدية العلمة، هنا نلاحظ مع بداية هذا الشوط الثاني الكثير من التكافؤ بعد 10 دقائق لعب، هجمات والهجمات المضادة من كلا الفريقين، كل واحد يحب يباغة الآخر، حتى فريق الفاق سطيف يدرك بأن التعادل لا يرضيه ويبحث عن الثلاث نقاط هنا في العلمة. وانطلاقة من هناك عزيزي من الكرة لصالح اللاعب زاير نمديل، نمديل خطير، نمديل يراوغ، نمديل يوزع كرة والركنية. التغطية من خالد بوزامة يخرج الكرة هذه للركنية لصالح عناصر الوفاق سطيف. زالت جماهير فريق بلدية العلمة والجماهير الصيفية أيضا تنتظر الهدف من واحد من كلا الجانبين. الكرة في الركنية على يسار الحارس طارق محساس لصالح فريق الوفاق، ترفع الكرة في القائمة الأول والدفاع يخرجها. رأت هكذا المقوسة في القائمة الأول، كمية خطيرة على حراس المرمى وعلى المدافعين. خطأ يصفر حكم اللقاء لصالح المولودية. هايلة الكرة، هايلة لحميتي، انطلق على الجانب من الكرة خطيرة لصالح المولودية. حميتي، تغطية ممتازة من قبل المدافع فارس حاشي، يخرج هذه الكرة للتماس. بالخيتر فارس حميتي يغطي كورتو، يرسلها هايلة ممتازة ولا واحد. طيب الثاني بعيدة كرة حميتي، توزيعها كانت رائعة. يعني فعل ما يجب أن يفعله في هذه التوزيعة فارس حميتي. هاي لياقة بدنية كبيرة، يبحث عن
درارتا الذي لم نشاهده في بداية هذا الشوط الثاني. هيلة من درارتا يوصلها على الجهة اليمنى والانطلاقة سريعة جدا عن طريق اللاعب شنيحي. شنيحي يرجع للغرفة درارتا، اولولا كادت توصل لفارس حميتي هذه الكرة. زالت جماهير المولودية ضاغطة وتشجع في فريقها بقوة كبيرة. الركنية تنفذ، ولولا خضيرية يخرجها مباشرة في وسط الميدان لصالح اللاعب شنين والانطلاقة لصالح عناصر الوفاق. ثلاث مهاجمين وضع التسلل، نعم المنديل في وضع التسلل من هناك على الجهة اليمنى، الحكم المساعد رفع الراية، نعم وضع التسلل واضح. انطلاقة مرة ثانية من هناك عن طريق عبد الملك عباس، محتفظ بالكرة، يدور عبد الملك عباس، يلعب أرضية ممتازة ناحية حميتي. عباس مرة ثانية، الحكم خلى الأفضلية والتغطية الدفاعية ويخلي اللعب، نعم والحكم يقول خطأ، خلى اللعب في المرتين الأولى والثانية وبعدين صفر خطأ لصالح مولودية العلمة. يقول الحكم سفيان بوشار متميز في هذه المباراة، عمره 21 سنة. تقديم الرجل منه، حاضر في الثنائيات وفي الصراعات وحاضر في الكرات العالية. جماهير المولودية تضغط، طبعا الضغط سلاح ذو حدين، ممكن يأثر على لاعبيهم فوق أرضية الميدان، ولكن التشجيع بهذا الشكل لا يمكن سوى أن يكون مفيدا لعناصر مولودية العلمة. درارجة في تنفيذ هذه المخالفة من بعد حوالي 30 متر عن مرمى سفيان خضيرية، وكذلك تمبانج الكامروني. درارجة وحميتي من سينفذ هذه المخالفة؟ اعتقد وليد درارجة هو الذي سيتولى التنفيذ، وكذلك تمبانج الكامروني يستعد على الجهة اليمنى من الكرة. تمبانج ووليد، تمبانج ووليد، درارجة بابا بابا حطها في اتجاه المرمى، ولكن في اتجاه اللي موجود فيه سفيان خضيرية. كرة كانت سهلة، كرة وليد الدرارجة. تمبنج مرة ثانية يلعب مع عبد الملك عباس، هايلة من عباس، التغطية الدفاعية على الجهة اليسرى من فارس حاشي، خرج فارس حاشي ممتاز، رجعت له والانطلاقة والحكم يقول ولا شيء، ليس هناك اعتراض. وصلت الكره من شنيحي، انطلق زاد في السرعه، هيلة منه شنيحي، واصل هيلة، جت لاعبين امامه شنيحي، اوبا بابا هيل، اوه الحكم يقول لا، سقطت لوحدك، يقول حكم المباراه. تسترجع في وسط الميدان عن طريق اللاعب بن طيب، بن طيب يلعب على الجهه اليمنى مع حميتي، وفي خطا من فارس حاشي ارتكبه من امام فارس حميتي. الزيايا وحميتي اعطيا مكان ينقص الخط الامامي، بينما بالعميري راح ياخذ ايضا مكانه في تشكيله الوفاق، اعتقد في مكان نمديل او شنين، واحد منهما سيخرج ويدخل في مكانه بالعميري في التغيير الثاني في التشكيله الصيفيه. نعم وليد شنين هو اللي يخرج. ويدخل الهادي بالعميري. في محاولة الاستفادة من سرعته، اللاعب الشاب 24 سنة يدخل في هذه اللحظات من عمر المباراة في انتظار التغييرات الموالية. الكرة مرفوعة خطيرة بالراس، درارجة كاد يفعلها. ثم الانطلاقة والخروج السريع من جانب عناصر الوفاق من وسط الميدان، انطلاقة عن طريق باوز، كترت يا باوز، وين رايح يا باوز؟ يرجع للخلف مباشرة مع مدافع حاشي. كرة طويلة البحث على عبد الملك زيايا، التفوق العددي في الدفاع لعناصر مولودية العلمة. تمبانج من عند رفيقه بن طيب، تلعب الكرة من هناك، البحث عن عبد الملك عباس، يخطئ هنا في تقدير الحكم لصالح الوفاق. الأميري في أول كرة، التغطية الدفاعية من هناك عن طريق خالد بوزامة للتماس. تمنت...
16 دقيقة لعبنا منذ انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة مولودية العلمة وفاق ستيف في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا في الجولة الثانية. فريقان خسر في الجولة الأولى، وفاق أمام اتحاد العاصمة في ستيف، ومولودية العلمة أمام المريخ السوداني في الخرطوم بهدفين مقابل صفر. تسترجع الكرة عن طريق وليد درارجة، انطلق من هناك على الجهة اليسرى، هايل يا وليد، راح وليد عنده الكرة، وليد درارجة يسرق المساحة، يواصل وليد، سريع جدا، يدوق الوليد، يوزعها وليد، حياة حميدتي، اوه الدفاع بقوة، ولا شيء في هذه الكرة. بالأميري يستلم هذه الكرة أمام ثلاث لاعبين. تلعب الكرة في وسط الميدان مع مراد الهوم القائد. يطلبها سيد علي العمري على الجهة اليسرى. يفضل مدافع فارس حاشي. العمري حاشي بعيد على بالعميري للتماس لصالح عادل معيزة، يلعبها مع تيمبينغ. عادل معيزة من عند بوزامة. اسماعيل بن طيب، جماهير مولودية العلمة لم تتوقف تماما عن تشجيع فريقها، قائمة بواجبها وأكثر في هذه المباراة، عارفين بأن المهمة ستكون في ستيف صعبة، المهمة ستكون في العاصمة أمام اتحاد العاصمة صعبة. طبعا في الجولة المقبلة فريق وفاق ستيف سيستقبل المريخ السوداني، واتحاد العاصمة سيلعب على ميدانه أمام فريق مولودية العلمة. تسترجع الكرة من هناك عن طريق لعبد الهوم، هاي الكرة وضع تسلل، وضع تسلل الملك سياء يقول أمام أنظار خير الدين مادو الذي لا يحرك ساكنا سواء عندما يسجل فريقه أو يتلقى هدفا. تمتع بالكثير من الرزانة والهدوء. الكرة مع مختار بالخيتر، لم نشاهده كما شاهدناه خلال الشوط الأول. حميدتي يتفوق بهذه الكرة، ما زال محتفظ بها حميدتي، وصل معاه بالخيتر، يواصل حميدتي، ضيعها وفيه الدفع من الخلف، يقول الحكم لصالح مولودية العلمة. بلدوزر يلقب هذا حميدتي، قلب هجوم فريق مولودية العلمة. تغطية دفاعية من قبل وسط الميدان سيد علي العمري النشط، هو وباوز وكذلك مراد الهوم. الكرة تلعب لتيمبينغ، هيلة خطيرة، الكابروني أزوغا تيمبينغ يسدد كرة صعبة وخطيرة، ضربت في أحد المدافعين وخرجت ركنية لصالح المولودية. تلعب مرة ثانية، كادت تباغت الحارس الخضيري. خلينا نقول بأن فريق مولودية العلمة في هذا الشوط الثاني أفضل، الآن استرجع زمام المبادرة وزمام المباراة وصار أفضل من فريق الوفاق اللي يتحمل في عبء المباراة. كرة تيمبينغ كم كانت قوية أمام ثلاث لاعبين سددها، ضربت في المدافع الروسي وخرجت ركنية لصالح مولودية العلمة. تيمبينغ يسترجع هذه الكرة، يلعبها مع مدافعه بالهادي. تيمبينغ مرة أخرى تروح لدرارجة، سريع جدا وخطير، درارجة هي الكرة، يبحث عن المساندة والمساعدة ويبحث عن أحد الرفقاء، يجد تيمبينغ في الوسط، يلعبها مباشرة مع إسماعيل بن طيب. بن طيب يغير على الجهة اليمنى لمختار بالخيتر الذي يبدو أنه نال منه التعب. بالخيتر عنده الكرة في وسط الميدان، ترجع لبن طيب، بالخيتر، بن طيب مرة أخرى، الكرات البينية الثنائية توصل لبالخيتر، يغطي كورتو وللتماس. الحكم يقول للوفاق سطيف. لصالح محمد بالهادي من هناك في الرواق الايسر لدفاع فريق مولودية العلمة. تلعب كرة بعيدة، تيمبينغ هي الكرة داخل منطقة العمليات، حكم لم يقل شيئا، محتفظ بها تيمبينغ، اي ضيعها ومرد لهم في الاسترجاع، يوصلها من هناك على الجهة اليمنى ناحية اللاعب ظهير نمديل، خرج من المراقبة، زوج لاعبين امامه، هيلة من ظهير، وصل علي بالعميري، كرة صعبة للوفاق، بالعميري سريع، يبحث عن المراوغة هنا من امام عبد الملك عباس، كرته لم تمر، تسترجع من عباس مرة ثانية، والسرعان ما تضيع وتروح مباشرة لزاين نمديل. دلهم نمديل مرة أخرى، كرة بعيدة من نمديل، والتغطية الدفاعية
من عادل معيزة لحرسه. معيزة مع بن طيب، بن طيب مع الشنيحي يهرب من المراقبة. تيم بينغ كاد تضيع منه بل ضاعت ثم تسترجع من هناك على الجهة اليسرى مع المدافع بالهادي. بالهادي لتيم بينغ مرة أخرى. بن طيب رجعوا عناصر الوفاق إلى منطقتهم. تعادل أفضل من الخسارة لكلا الفريقين. هاي الكرة رجعت لبلخيتر، ما زال مزج لاعبين. ممتازة بلخيتر توغل والتوزيع عرضي. هذه أخطر فرصة يا درارجة، ضاعت للعلمة. هايلة من بلخيتر في اتجاه وليد درارجة داخل منطقة العمليات، كرته لم تكن مصوبة بالشكل اللازم. تيم بينغ يوصلها مباشرة لبن طيب، عنده الكرة، يطلبها على الجهة اليمنى بلخيتر، يلحق عليها، يلحق عليها، يوزعها كرة أرضية والدفاع في التغطية هنا عن طريق خير الدين عروسي يخرج بهذه الكرة. لمن يا خير الدين؟ لمن؟ بعيدة تماما للتماس. لصالح عادل معيزة. تيم بينغ في الوسط يرجع لعادل. عادل معيزة والكرة البعيدة بعيدة بعيدة يا عادل، سهلة للحارس سفيان خديرية. نقترب من الدقيقة 25 من عمر هذا الشوط الثاني. التعادل ما يزال دائما سيد الموقف بين الفريقين، صفر مقابل صفر. مولودية العلمة والوفاق، هذا ما فعله بالخيتر في هذه التمريرة الهائلة لدرارجة. اي 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 درارجة فوت على المولودية اول اخطر فرصة في هذا الشوط الثاني في المباراة من كلا الجانبين. شنيحي عنده الكرة يستفيد من خطأ، صفر له حكم المباراة لصالح عادل معيزة. تلعب في الوسط مع اسماعيل بن طيب. قوية المباراة، قوية وصعبة على الفريقين. هايلة من حميتي الكرة وانطلاقة من درارجة، الكرة لم تصل. تيم بينغ يرجع لبن طيب، يلعب من هناك على الجهة اليسرى. حميتي يهرب من المراقبة، يبحث عن درارجة، تغطية دفاعية ما زالت الخطورة. درارجة ولا براعة كبيرة في مداعبة هذه الكرة ومراقبتها، ترجع لتيم بينغ وراء كل الكرات. هايلة منه لدرارجة، التغطية الدفاعية ليس هناك خطأ. اي 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 يا مراد يد الهوف صعوبة رجعها لحارسه، ثم عادل معيزة في التغطية من أمام بالعميري للحارس. يغير لخالد بوزامة. إسماعيل بن طيب في وسط الميدان. بالخيتر طبعا على الجهة اليمنى. فضل درارجة. تروح لإبراهيم شنيحي. إبراهيم شنيحي مكانته في الرواق سواء الأيسر أو الأيمن وليس هكذا في العمق. كرة باتجاه بالعميري ولكن بعيدة. يكون أخطر شنيحي لما يكون على الجهتين اليمنى او اليسرى، لما يكون في وسط مجموعه في وسط الميدان يجد صعوبات شويه، لانه يتمتع بالبراعه والمهاره الفنيه امام لاعب واحد يقدر يصنع العجب، امام ثلاث لاعبين صعب عليه. تسترجع من عبد الملك زيايا، حكم خلى الافضليه. راح الدين مدير من هناك يبحث عن المراوغه ولكنه لم يمر. تروح مباشره لاسماعيل بن طيب، يغير تماما على الجهه اليمنى. ابراهيم شنيحي لم يقدر. ثم بالخيتر انطلق على الجهه اليسرى. العميري عفوا وسط الميدان سيد علي العمري ساعد في حاشي بشكل واضح، خاصة مع صعود بالخيتر ومع وجود كذلك ابراهيم شنيحي. مطالب اللاعب سيد علي العمري انه يدعم الرواق الايسر بالجهة اليسرى. تيم بينغ يسترجع هذه الكرة، يلعبها لوليد درارجة. وليد درارجة عنده الكرة مع ابراهيم شنيحي. وليد يواصل والتغطية الدفاعية هنا، يرتكب خطأ وليد درارجة، يقول الحكم المساعد. من امام خير الدين عروسي في التغطيه في هذه الكره. نعم في خطا. كمل المنح البطاقه الصفراء لوليد درارجه، ما اكتفى بالانذار الشفوي، اعتقد الانذار الشفوي اكتفى به من امام وليد درارجه بعد هذا الخطا على حساب خير الدين العروسي. سفيان خضيريه في اتجاه عبد الملك زيايا. اوه بالعميري تفوق، الكرة خطيرة. با 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 با. زيايا والحارس، يا سلام على القط الصغير بالعميري، خطف الكرة وتوغل وكاد يفعلها من امام الحارس محساس، وكاد يلحق عبد الملك زيايا يكون الهدف الاول للوفاق. هذه اخطر كرة واخطر فرصة للوفاق الصيفي من خطأ في دفاع فريق المولودية. كرة اخرى بعيدة لبالعميري، سريع جدا
يلحق على هذه الكرة من أمام بوزاما بالعميري وتفوق عليه بوزاما خلاها خرجت. آي 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 شوف الإعادة مرة ثانية، شوف كيف خرج القطة هنا من أمام بوزاما، اخطف الكرة سرقها كاد يخطئ بوزاما بالعميري من أمام الحارس ثم زيايا آي 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 على مرتين طارق محساس ينقذ المولودية. حميتي من هناك فارس على الجهة اليسرى يخرج من المراقبة، حكم يخلي الأفضلية تروح من هناك للمدافع بالهادي بالهادي، والصراعات الثنائية هي اللي صنع الفارق. عبد الملك زيايا يطلبها، خطة التسلل يلعبها فريق المولودية، تلعب مع نمديل، خل عبد الملك وصلته مرة ثانية بالعقب من عبد الملك زيايا في اتجاه نمديل، ولكن الكرة راحت للتماس. الوافي راح يخرج في راح يدخل في تشكيلة مولودية العلمة في اللحظات المقبلة. يوسف الوافي اي بسابق في تشكيلة شباب قسنطينة وسط ميدان هو كذلك، وانطلق على اليسرى عن طريق لاش حاشي يضيعها، تروح لبن طيب في وسط الميدان والكرة خرجت للتماس. الملك عباس هو اللي يخرج ويدخل في مكانه يوسف الواسفي. هو التغيير الثاني في تشكيلة مولودية العلمة. حاشي نفذ التماس يلعبها مع سيد علي العمري، ترجع له حاشي مرة ثانية، انطلق من أمام تابت التمبينغ، تروح الكرة لعناصر الوفاق الكرة الحكم يقول تماس. ظهير منديل يرجع إلى أرضية الميدان، يبقى ساقط أنه على بعد متر من خط التماس، أو بالأحرى رغم أنه كان خارج أرضية الميدان وبعدين دخل. شوف كان ممكن يبقى هنا لتقدم له الإسعافات، ولكن حاب يربح شوية وقت. ما زالت ربع ساعة لنهاية المباراة، ما زال التعادل أيضا 0-0 بين الفريقين، تقريبا مباراة اللي سجل فيها يفوز، تعادل يبقي على الحظوظ قائمة بالنسبة لكلا التشكيلتين، مولودية العلمة وكذلك وفاق سطيف. العلمة اللي قلت تتنقل إلى العاصمة لمواجهة اتحاد العاصمة، وفاق سطيف الذي سيستقبل المريخ السوداني في مباراة لا تقبل تماما القسم على اثنين. كرة في الوسط لصالح مراد الهوم، مراد الهوم محتفظ بالكرة، يواصل هيلة من مراد يلعبها على الجهة اليسرى، وصلها مواصلة لسيد علي العمري، لعبة ثنائية رجعت لسيد علي العمري مع رفيق نمديل، نمديل يراوغ، نمديل يتوغل، نمديل يوزع كرة، اولالا تدخل كان قوي هنا من قبل المختار بالخيطة من امام نمديل الذي لن يطيل، راح يخرجوا اعتقد المدرب خير الدين ماضوي في اللحظات المقبلة من عمر المباراة. كرة لصالح سيد علي العمري في تنفيذ هذه الركنية الصيفية مرفوعة في القائمة الأول، لولولو الكل يتفرج على هذه الكرة، الكل يتفرج على هذه الكرة، ما زالت صيفية من هناك على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب باوز، يراوغ باوز، يتوغل باوز، يبحث عن الركنية باوز، كرته لم تمر، شنيحي في التغطية، راحت مباشرة لتمبينغ بيسرى، يرسل كرة بعيدة، هيلة 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 لحميتي، اوب 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 ادرارجا وحميتي مرة ثانية دخل منطقة عمليات لصالح المولودية، يغطي كورته ادرارجا الحميتي، اوي 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 اوي، ضاعت فرصة لا تضيع، ضاعت فرصة لا تفوت لصالح فريق مولودية العلمة من درارجا بعد الخطأ على مرتين من دفاع فريق الوفاق. تمبينغ يرفع كرة البحث من هناك في القائمة الثانية والركنية، اي 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 اي، يا لا من كرة ويا لا من فرصة ويا له من سفيان خديرية، انقذ مرماه من هدف فعلا محقق من كرة كانت صعبة. هذا الوافي في اول كرة كاد يستلمها في القائمة الثانية من هناك، كرة في الركنية لابراهيم شنيحي في التنفيذ، سعود عادل معيزة رقابة لصيقة عليه، هيلة مرفوعة في القائمة الثانية، ولولا زادت الخطورة، عادل معيزة يرجع كرة في القائمة الأول والركنية، اي اي اي، هل هو الإرهاق والتعب
فقدان التركيز نسبيا من قبل لاعبي فريق وفاق سليم في هذه اللحظات، ام هو اصرار من لاعبي فريق مولوديه العلمة على الفوز في هذه المباراه؟ الكره في الركنيه عن طريق اللاعب بن طيب الراس، ولا لا الحارس والحكم يقول خطا لدفاع الوفاق، ولا شيء يقول، يلا ولا شيء، الحكم يقول فيه خطا على مرتين هنا، خروج موفق من الحارس سفيان خديريه. هاي الإعادة حميتي، اي 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 سوء تقدير لاتجاه الكرة، ثم خطأ خطأ من هناك من ميغاتلي وخروج ديرارجا. هدف المولودية العلمة الموسم الماضي وهدف الدوري الجزائري ليس من عادته تضيع كرات مثل هذه وفرص مثل هذه، جاتك على الطبق يا ديرارجا ولا مرة أتيحت لك فرصة بهذا الشكل أمام الحارس سفيان خديرية، كان رائعا وغلق الزاوية كما ينبغي وخرج بسرعة فائقة، اغلق المرمى تماما وفوت على مولودية العلمة فرصة فتح مجال التسجيل في انتظار تغيير ثاني بالنسبة للتشكيلة الصيفية مع دهار الذي سيأخذ مكانه بعد لحظات. مروان دهار يدخل في تشكيلة فريق وفاق سطيف. هذه وكل هذا الوقت مفيد جدا بالنسبة لعناصر فريق وفاق سطيف، لأنه هو اللي يعاني وهو اللي يتألم في هذه اللحظات من عمر المباراة، وهو اللي يعاني من الضغط من جانب لاعبي فريق وفاق. آي 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 أبو سامة، آي أبو سامة، النقطة الثانية زايدة شوية، هذه أوكي أما هذه فلا، لا 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 يا خالد. بوزامة هو اللي يخرج، بوتربيات يدخل في مكانه. لأنه تنرفز وفقد تركيزه بوزامة، خرج وخلى مكانه لمدافع آخر. هو اللاعب سفيان بوتربيات. الكرة تلعب طويلة، تغطية دفاعية من هناك عن طريق بالهادي، بالهادي كثر لمن يا بالهادي، ضاعت الكرة، تسترجع مرة ثانية من تمبينغ. دخلنا العشر دقائق الأخيرة الآن من عمر المباراة، دائما التعادل صفر مقابل صفر، كرة بعيدة، ميغاتلي في التغطية، راحت من هناك الكرة لصالح يوسف الوافي، كاد يمر يوسف. شنيحي مازال موجود على الجهة اليمنى، والوافي دخل من هناك على الجهة اليسرى في مكان عبد الملك عباس في التغيير الثالث لتشكيلة مولودية العلمة. في انتظار دخول دهار في هذه اللحظات. في مكان اللاعب زهير نمديل. التغيير الثالث في التشكيلة الصيفية. بعد دخول عبد الملك الزيايا مباشرة مع بداية الشوط، ثم الهادي بالعمير يأتي دور مروان دهار ليأخذ مكان زهير نمديل، في حين ثلاث تغييرات حدثت في الجهة المقابلة مع دخول فارس حميتي في تشكيلة مولودية العلمة مباشرة مع انطلاقة الشوط الثاني، ثم يوسف الوافي وبعده سفيان بوتربيات في مكان خالد بوزامة الذي أثرت عليه النرفزة منذ تلك اللقطة، منذ تلقيه البطاقة الصفراء خلال الشوط الأول بعد نرفزته مع الحارس سفيان خديرية. الكرة في التماس عن طريق اللاعب بالهادي، يرسل كرة بعيدة، وسفيان خديرية يلتقط هذه الكرة ويسبق رفيقه ويتفوق بهذه الكرة. 8 دقائق على نهاية الوقت الرسمي، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. كرة من عبد الملك زيايا بالراس، يلعبها لرفيقه دهار، وصلت على الجهة اليسرى للمدافع فارس حاشي أو لسعيد العمري. العمري محتفظ بالكرة، يراوغ الأول، انطلق هاي لكرة صعبة لصالح الوفاق، كترت يا العمري كترت. العودة الموفقة هنا من قبل المدافع مختار بالخيتر، يخرج الكرة للتماس في لمسة يد، الحكم لم ينتبه لها من قبل اللاعب دهار. رجعت على الجهة اليسرى لسيد علي العمري، وسهلة للحارس محساس، محساس يبحث عن فارس حميتي،
معزول فارس من امام اربع لاعبين، تسترجع الكره الصيفيه ولكن لفتره قصيره. محمد بالهادي في الاسترجاع يلعبها من هناك على الجهه اليسرى، بعيد على الوافي، ياتي الكره خرجت للتماس. دلهم يلعبها مع ميقات اليمين في وسط الميدان لباوز، باوز محتفظ بالكره من امام اسماعيل بن طيب، ارجع لميقات لي مره ثانيه، ضاغطين لاعبين تاع مولوديه العلمة. ميقات لي يجد صعوبه في ايجاد احد الرفقاء، يلعبها ارضيه مع رفيق دهار، والانطلاقه من هناك على الجهه اليمنى من جانب عناصر فريق الوفاق مع ميقاتلي. توصل الكرة لفارس حاشي، يرجع مضطر للخلف. كرة ضايعة مرة أخرى، والانطلاقة في هجمة أخرى من جانب عناصر فريق مولودية العلمة. توصل لدرارجة، عنده الكرة، يلعبها مع إبراهيم شنيحي. شنيحي لم نشاهده كثيرا في هذا الشوط الثاني، خطيرة أولا. توزيعة ممتازة من شنيحي في اتجاه فارس حميتي، والكرة خرجت للتماس. التعادل سيكون مرضي أكثر للوفاق بالنظر لسيناريو هذه المباراة. الوفاق الذي يمر بفترة صعبة بعد خسارته أمام اتحاد العاصمة في الجولة الأولى، وبعد التغييرات اللي حدت على التشكيلة ومغادرة عدد كبير من اللاعبين على غرار فريد ملولي ودمو وجانيت وبوكرية ومحمد القرع، عدد خمسة إلى ست لاعبين من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة الصيفية، وانطلاقة من درارجا. درارجا بعيدة، درارجا بعيدة، بعيدة كثير، بعيدة درارجا كثير. هذه الكرة ورغم انضمام شكيب مزاري ورضوان الشريفي ورياض قمر الدين كنيش وحاشي وكذلك شنين، هذه المباراة رقم 46 للوفاق الصيفي في دوري ابطال افريقيا، المباراة 105 في المنافسات القارية. طبعا من اكثر الفرق الجزائرية تتويجا بالالقاب القارية والالقاب المحلية، سبع بطولات وثمان كؤوس للجزائر، ومرتين فاز ب ومرتين لعب نهائي كاس السوبر، فاز ب كاس امم، فاز بدوري ابطال افريقيا مرتين 1988 و2014، كاس السوبر الافريقي هذا الموسم، لعب نهائي كاس الكاف، وفاز بكاس الافرو اسيويه، وفاز بالكاس العربيه، اختصاصي في تخطيط التتويجات بدوري ابطال العرب. الكرة تلعب على الجهة اليسرى عن طريق المدافع فارس حاشي، ضيعها وانطلق عن طريق حميدي. تغطية دفاعية من سفيان بوشار، يخيف سفيان بوشار حميدي، ويخيف غيره، يخيف البلدوزر ويخيف غير البلدوزر كذلك، والشاحنات اذا كانت موجودة في جهة فريق مولودية العلمة. ورد لهم، يلعب على الجهة اليمنى مع بالعميري، بالعميري في الوسط لصالح دهار، والانطلاق لصالح الوفاق، دخل بالعميري من هناك، وصلته هي الكرة خطيرة لصالح فريق الوفاق. بالعميري كرة صعبة سيفعلها الوفاق، بالعميري يرفعها على حياة زيايا، فيه دفعة من زيايا وخطأ كل الحكم، فيه دفعة من زيايا وخطأ كل الحكم في الأربع دقائق الأخيرة من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة. أمام أنظار المدافع سفيان بوتربيات اللي دخل، بوتربيات اللي دخل منذ حين في مكان المدافع بوزامة. وصلت كرة على الجهة اليسرى لسيد علي العمري، مع باوز ضاعت الكرة، تسترجع من سفيان بوشار، يلعبها مع مدافع فارس حاشي، هيل الكرة وانطلق على الجهة اليسرى من جانب عناصر الوفاق عن طريق اللاعب سيد علي العمري. ماذا فعلت يا معيزة؟ كاد معيزة بنيران صديقة يباغت حارسه اللي كان خارج، معيزة صد هذه الكرة وأخرجها للركنية للوفاق في الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة. اللحظات الأخيرة اللي كنا من زمان قلنا اللي سجل يفوز، فما بالك الآن. لهادي بالعميري في تنفيذ هذه الركنية للوفاق، مرفوعة في القائمة الثانية بالراس، تيم بنج الكاميروني يخرجها، إدرارجا ينطلق. تعبوا اللاعبين، تعبوا، تعبوا، أنهكتهم المباراة وأنهكهم الصيام والإفطار واللعب المباراة ساعتين بعد الإفطار، كل هذا الأمر منهك بالنسبة للاعبي كرة
القدم. عرفوا بأن الإفطار تقريبا في الجزائر الساعة 8 والنصف بتوقيت الجزائر، 10 والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة ساعتين من بعد 10 والنصف بتوقيت الجزائر، منتصف الليل بتوقيت منتصف الليل و30 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة. نبيل عميري ينال البطاقة الصفراء الثالثة لعناصر الوفاق بعد عروسي وخديرية، جاء دور بالعميري، بينما في الجهة المقابلة بوزامة نال البطاقة الصفراء. الوحيدة للاعبي مولودية العلمة في وقت نتوجه نحو نهاية هذه المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين 0-0، إلا إذا قرر الفريقان أن تكون النتيجة عكس ذلك. الوافي عنده الكرة الآن، هيلة منه دغرق، ادخل الوافي، وزع كرة خطيرة، ولا عروسي وركنية يقول حكم المباراة. أي 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 أي. ما لم يقدر عليه العلمة كاد يفعلها الوفاق، ومنذ حين كذلك ما لم يقدر عليه الوفاق كاد يفعلها مهيزة. الكرة في الركنية، شنيحي رجعت الكرة مرة ثانية، كرته صعبة خطيرة بالرأس والدفاع، رجعت مرة ثانية لشنيحي، المرة الثالثة ثابتة، شنيحي سدد والدفاع، أوبا با با با. ماذا الذي يحدث وهذا التركيز المفقود خاصة يا يوسف يا الوافي؟ دخلت منذ حين، مراوغة من يوسف، التوزيعة الأولى، دفاع صدها، أولا لا كاد الثنائي عروسي وبوشار يسجلان، يشتركان في تسجيل هدف ضد مرمى هيما. كرة طويلة من سفيان خديرية، التغطية بالرأس، قلت منذ حين بأن وفاق سطيف أكثر الفرق الجزائرية متوجة بدور أبطال إفريقيا، طبعا وليس بالكؤوس الإفريقية، لأن شبيبة القبائل هي المتوجة بأكثر عدد من الألقاب. أنا أتحدث عن دور أبطال إفريقيا مرتين، فريق وفاق سطيف توج بلقب كاس، هو شبيبة القبائل، معذرة، هو شبيبة القبائل، ولكن الفريق الوحيد وفاق سطيف اللي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بالصيغة الحالية التي بدأت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، الفريق الوحيد اللي نال دوري أبطال إفريقيا. أما كاس إفريقيا الأندية البطلة ففاز بها الشبيبة، وفاز بها مولودية العاصمة، وفاز بها كذلك وفاق سطيف. الكرة من هناك على الجهة اليمنى لصالح عناصر الوفاق، مراد لهم يتقدم، اللحظات الأخيرة من الوقت الرسمي، الحكم احتسب 4 دقائق، مراد لم يقدر، لم تعود له الكرة، تروح لعزوغا تمبينغ. شبيبة القبائل فاز في سنة 81 وسنة 90، وفاق سطيف فاز في 88 و2014، فريقان الجزائريان اللذان تحصلا على لقبين قاريين، لقبي دوري أبطال إفريقيا. طبعا الشبيبة تفوق على الوفاق في كؤوس الكاف، الوفاق الذي لم يسبق له أن فاز بكأس الكاف، نذكر 3 سنوات متتالية الشبيبة فازت بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الكرة بعيدة تماما من هناك على الجهة اليسرى للبحث عن حميتي، ودرارته لم يلحق، يبدو أنها مباراة التعادل بين الجارين وبين الفريقين، مرضية أكثر للوفاق بالنظر لسيناريو هذه المباراة. عادل معيزة، تيمبينغ يرجع للخلف تماما ناحية بوتربيات، طويلة من بوتربيات، التغطية من ميغاتلي بكل هدوء، يوصلها لمراد الهوم، لبلعميري سريع جدا، تغطية من معيزة، أي خرجها للتماس معيزة من أمام نادي بن عميري. كرة أخرى للركنية، الفرصة الأخيرة للوفاق لمباغتة مولودية العلمة، نعم مباغتته. آخر فرصة لوفاق سطيف، من هناك سيد علي العمري في تنفيذ هذه الركنية، تلعب أرضية صعبة 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 بالعميري، أوه. با 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 با. جول جول.
كرة القدم وفاق سطيف يفعلها في العلمة ويفتح مجال التسجيل، وكأن الكرة دخلت لوحدها الشباك. هدف لصالح وفاق سطيف قاتل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، من ركنية لعبت كما ينبغي، التسديدة الممتازة من بالعميري وتسجيل أول أهداف المباراة للوفاق. الوفاق طويل العمر، الوفاق المحظوظ في هذا اللقاء يفتح مجال التسجيل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة أمام عشاق الذين تنقلوا بألفين مناصر إلى ملعب العلمة. ها السيناريو الذي حدث، ها الهدف بهذا الشكل، بالعميري يسدد في المجموعة، دفاع العلمة يتفرج والهدف يسجل عن طريق اللاعب مروان دهار وعن طريق الحارس محساس لصالح الوفاق. العلمة كانت أفضل في الشوط الثاني، ولكن الكرة هي هكذا، الخبرة والتجربة الصيفية صنعت الفارق في اللحظات الأخيرة وسمحت له بتسجيل هدف الفوز. القاتل 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 في اللحظات الأخيرة راح بالعميري، راح يفعل الهدف الثاني، جول بالعميري. والتغطية الدفاعية عن طريق متربيات، كاد بالعميري يسجل الثاني، كاد بالعميري يسجل الثاني في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع من هذه المباراة. انتصار مباغت ومفاجئ ووزنه من ذهب لوفاق سطيف أمام الجار مولودية العلمة في ملعب الشهيد مسعود زوغار في العلمة، في مباراة كم كانت صعبة وكم كانت مثيرة وكم كانت قاتلة لعناصر مولودية العلمة ولعشاقهم الذين يخسرون هذه المباراة أمام الخبرة الصيفية وأمام المهنة الصيفية التي صنعت الفارق في هذه المباراة. الكرة تسترجع في وسط الميدان عن طريق الكاميروني تامبينغ، انطلق تامبينغ يكسرهم. هدف مثل هذا في هذه اللحظات، هدف مثل هذا في هذه اللحظات. حميتي عنده الكرة، حميتي يجد من هناك الجهة اليسرى بالهادي. ما زالت الكرة لصالح المولودية والحكم سيصفر. نعم يصفر نهاية المباراة، ومفاجأة كبيرة يحدثها فريق وفاق سطيف في العلمة بفوزه بهدف مقابل صفر. بدر رجاء، الحكم ماذا قال؟ ولا شيء، إدرار جاكاد يفعلها في الوقت بدل الضايع، الحكم لم يقل شيئا. وانطلق دهار في كرة طبها زيايا، دهار وزيايا، لا 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 لا، زيايا باليسرى داخل منطقة العمليات، والدفاع يتدخل بالخيطر، يتدخل ويخرجها، والوفاق يفوز في العلمة في الجولة الثانية في مباراة تحبس الأنفاس. إثارة كبيرة، الوفاق يخطف الفوز في العلمة أمام مولودية العلمة التي كانت رائعة، ولكن المباريات الإفريقية مختلفة عن مباريات أخرى. هذه هي الكرة، أرجو أنكم استمتعتم، شكرا لكم، ألقاكم وأنتم بألف خير بإذن الله. الأخضر لحظات وسيكون لديك الخط وضيوفك، تفضلوا. مشكور.